صبح بالخير كل المشاهدين، يوم جديد لبرنامج عالم الصباح. ما تاخذوني صوتي رايح. في كتير امور بالحياه ما بتنشرى بالمصاري يا شيف، مثل تصرفات ما بنشتريها بالمصاري، لازم واحد يتعود يتصرف بطريقه لايقه جدا. اليوم ما ذكرتكم نحن بدايه الاسبوع 2/3/2017، بقى نبدا بايجابيه ونبدا نفكر بمنطق لنوصل لمطارح افضل. كمان غير تصرفات ما بنقدر نشتري المبادئ، صح؟ صح. ما فينا نشتري الصحه، ما فينا نشتري الواحد شخصيته كيف يكون بين العالم، راسم شخصيه معينه لإله، ما في يشتري كمان القصص البديهيه، ما بيقدر يشتري الثقه، ما بيقدر يشتري المركز، ما بنقدر نشتري بالمصاري الصبر، ما بنقدر نشتري بالمصاري الانتماء، وكمان ما فينا نشتري اهم شيء هو الحب. بقى مش كل شيء المصاري يا اخواتي بالحياة. في كتير قصص فينا نشتريها نحن بتربيتنا، بمبادئنا، بحياتنا، بتقاليدنا، وكيف تعودنا نعيش، وكيف تعودنا من اهلنا. مشان هيك مثل ما بنكتسب اوقات بعض العقد بالتربية، فينا نكتسب كتير من الامور الجيدة بشخصيتنا. ما تاخذوني شوي صوتي مبحوح بعد ويك اند صاخب، بتمنى انه يكون نبدا بدايه اسبوع غير شكل بلبنان، وطبعا نكمل الاسبوع بكل الدول العربيه. ان شاء الله يكون نهارنا كويس. اليوم نحن بيكون من هلا للوحده بتوقيت بيروت، رح احكي قليل اليوم. رح احكي شوي قليل، مش كثير، شوي قليل. شايف بس انا بحكي عنك حبيب القلب. اول شيء سؤالي، انتم بالنسبه لكم شو في قصص ما بتنشرى بالمصاري؟ ما بدي تواصلوا معي عبر كل السوشيال ميديا، عبر الفيسبوك، عبر تويتر، عبر الايميل، وطبعا رقم الواتساب 03-010-533. شو عندك شايف اليوم بالطبخ؟ الصحة أهم شيء اللي هي ما بتنشرها. اه طبعا قلت أول وحدة. هاي الصحة هي السرساب الدائم. طبعا. وأنا مسرسب شوي على الصحة. هيك بدي صبحك جزيل، صبح كل المشاهدين. نحن اليوم كمان محضرين ثلاث وصفات. في عندي كفتة باللبن، وعندنا كبة الرز بحشوة الكاري، وفي عندي كمان سلطة الحمص والركة. أنا هيك بقول لكل المشاهدين جزافي تابعونا لحتى نحضر هالوصفات سوا، طبعا بعد ما تيجي أنت لعندي ونحضرهم أنا وياك كل المشاهدين. شايف إذا بدك كمل الحلقة. بكمل الحلقة. كيف بلشتوا حياتي؟ صوتي رايح بس ما في شيء بسكتني شايف. لكن بلش نهارك بإيجابية وبنقطة بيضاء. طبعا هيدي مش نقطة بيضاء، صفحة بيضاء. صفحة بيضاء طبعا. لو فيها نقطة سوداء ننسى النقطة السوداء ونفتش على الميلة البيضاء دايما، أو الميلة المليانة من الكباية. أنا هيك بدي أسألك كمان جوزيف. ايه؟ شكلك مغروم لمبحيت. مغروم؟ لا مغروم؟ على وكرة الصبح شو هالسؤال أنت كمان؟ ما حدا مغروم غيرك خيي. ان شاء الله كلنا نضل عايشين حالة غرام. الغرام هي بانواعه الكثيرة طبعا، ان شاء الله كل حدا منكم يكون عنده حالة غرام، مش غلط ابدا. نحن وياكم الكارمن والابرش. صباحكم الخير. يوم الاثنين 3 نيسان ابريل، يوم القمر مرافقنا برج مائي برج السرطان، والاجواء صارت حلوه للابراج المائيه موالي برج السرطان، العقرب وايضا الحوت. لكن القمر عم بشكل مربع مع الشمس، وبالتالي موالي برج الميزان وموالي برج الجدي اجواء اليوم شوي متقلبه. خلونا نبلش الابراج ونشوف هالنهار كيف بده يكون. البدايه مع برج الحمل. بالنسبه لك اليوم مولود برج الحمل، اجواء هيدا النهار نوعا ما العلاقه بالبيت، العلاقه بالعائله، العلاقه بالصحه، يمكن يكون في نوع من تغييرات جديدة عم تدخلها على حياتك، أو في أحداث نوعا ما شخصية بهمك أمرها، لكن احتمال أنك تكون شوي مزاجي. الأكثر تعبا 14 و15 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لك مولود برج الثور، تتمتع اليوم بقدرة على توضيح الأمور، يمكن تدافع عن مسألة معينة، تطرح مسألة معينة، تناقشها بقوة، بجرأة. هيدا النهار بيسمح لك تطلع ايضا من خجلك وتحكي عن يلي فعلا انت حابب تحكي عنه. تبقى المواليد يلي لازم تنتبه من السرعه من التسرع، مواليد 7/8 و9 ايار مايو. كمل مع برج الجوزاء.
بالنسبه لك مولود برشل شوزاء هيدا نهار بيحمل نوع من دعم، نوع من تشجيع، وكانه في ناس عم بتزقف لك، وكانه في ناس واقفه الى جنبك. بعض مواليد برشل شوزاء اذا شاركوا بمنافسه معينه، اذا شاركوا باجتماع معين، احتمال انه انت فعلا يكون نجمك مضوى، يعني اليوم احتمال يكون في ربح بالنسبه لك. والاكثر حظا 9 10 و11 حزيران يونيو. بكمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان هيدا النهار اليوم وبكره نوعا ما بيخليك تحس وتشعر وبيقول لك انه انت واقف على مرحله جديده، دخلت مرحله جديده، صفحه جديده بحياتك، يمكن حياتك الشخصيه، حياتك العائليه قلبت وهنالك انطلاقه جديده، في تغييرات، في نظره مختلفه على حياتك ابتداء من اليوم والا علاقه بامورك الخاصه. بعض مواليد برج السرطان على هامش اخر احتمال انه يسمعوا جواب وحلحله لبعض المسائل العالقه. الانشط بالتاكيد هي مواليد شهر حزيران يونيو. بكمل مع برج الاسد. بالنسبه لمولود برج الاسد هنالك نوع من ترقب، نوع من حذر ايضا، وهالحذر مطلوب منك لحتى ما تتسرع، اذا تسرعت معقوله تطلع خائب الامل وسلتك فاضي، كون حذر اليوم وبكره، ما تتامل جواب شافي او جواب حاسم، كله معلق، كله عالق، كله مراوحة المكان، وانتبه لصحتك ومن المحتالين. تبقى المواليد الاكثر تعبا نسبيا هي مواليد تموز يوليو. بنتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء هيدا نهار أريح من امبارح، هيدا نهار بخليك تحس إنه خي فيك تتحرك، في أمل، في مجال لتغير، مش مثل امبارح أول امبارح قاعد وأنت تحت الميكروسكوب العالم عم تطلب منك ومتطلبة كانت الظروف، اليوم في شوية انفراج، في راحة، لكن هيدا ما معناته إنه بتعمل بدك إيه، بدك تسأل، بدك تستشير لتكون أنت فعلاً على ضوء وعارف حالك وين رايح. الأنشط اللي ما بيهدى 10 11 و12 أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان هيدا النهار كتير كتير مهم. ليه؟ لأنه أنت نوعا ما عندك فائض من الطاقة، فائض يعني زيادة، وهيدي الطاقة بتزعجك شوي لأنه بدك تعمل شيء وبتلاقي أنه ما فيك تعمل على ذوقك. هيدا نهار ما فيك تعمل شيء على ذوقك، هيدا نهار في أشخاص أنت بدك تحكي معهم، بدك تاخد الأوكي منهم، يمكن يكونوا مسؤولين بالشغل، يمكن يكونوا أهلك، يمكن أشخاص أعلى منك سلطة بالحياة، لكن هيدا نهار كتير مهم. بعض مواليد برج الميزان بيوصلوا إلى موقع كتير عالي وكتير مهم، خاصة مواليد 12 و13 أكتوبر. كمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب هيدا نهار بفش الخلق، من بعد ما مرقت بيومين ثلاثة ويمكن أربعة ما كانوا سهلين، ما كانوا ميسرين كتير، هيدا نهار بخليك تحس إنه فعلا أنت بعدك بموقعك، بترجع بتستعيد السيطرة على أمورك أنت على الأقل. أجواء حلوة مشجعة جدا، بتحمل حظ وفرصة لحتى تغير وتعمل تقريبا اللي أنت بدك إياه، لكن كون حذر من بعض الانفعالات والاستفزازات. مولود 19 نوفمبر. كمل مع برج القوس. مولود برج القوس ضروري اليوم تحسن اللي صار امبارح واللي تخربط امبارح، إن شاء الله ما تكون زعجت أو سببت بجفا مع أحد الأشخاص، يمكن كانت صراحتك مأزية أو كانت تقيلة أو كانت بغير محلها، ويمكن كانت بمحلها بس ستيل برضو أذيت حدا. اليوم في مجال لحتى ومطلوب منك أنه تصلح الأمور. الفترة العامة جيدة، فما تترك ذيول وراك. الأوفر حظا 5 6 و7 ديسمبر. بكمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي مثل ما قلت بالبدايه، مولود برج الجدي من الاشخاص اللي معقوله يتاثروا سلبا بهالمربع بين القمر والشمس، يعني انت اليوم ما لازم تكون عشوائي، اعتباطي، انفعالي، لانه اليوم معقوله تنزع، اليوم بتقدر تكسر الجره، اليوم كلمه منك فعلا تسقط الاقنعه، وبالتالي يكون حذر جدا، نهار متقلب، انت بتكون في مزاجي ومنك رايق بالمره. تبقى المواليد الاكثر تعبا مواليد كانون الاول ديسمبر، كونوا حذرين. بكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو انهار في كتير شغل،
في كتير درس، في كتير حركة، في كتير تنقلات، ما بتهدى، جدول أعمالك طويل جدا واحتمال أنه تتعب قبل ما يخلص النهار، وهذا الجو مكمل معك أربعة أيام مش بس اليوم. لذلك كون منظم خاصة بالأولويات. تبقى الأوفر حظا 7 8 و 9 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت هيدا النهار بعتبره كتير مهم. هيدا النهار بالنسبة لإلك من الأيام الإيجابية. أول شيء القمر موجود ببرج كتير داعم لإلك، وكأنه عم بياخدك بإيدك وعم بيقول لك احكي، اتصرف، خذ مبادرة، ما تستحي، قوي قلبك. فعلا هيدا النهار مولود برج الحوت لازم يقوي قلبه، مش بس اليوم، بعد في بكره ايضا، اخبار ساره فيها تكون بانتظارك. والانشط والاوفر حظا هو مولود شهر شباط فبراير، بنضيف عليهم 7 8 اذار مارس. بنتقل لمولود اليوم. بالنسبه لمولود اليوم هيدي السنه رح ينشغل فيها بشكل عام، فينا نقول انه هيدي السنه رح ينشغل فيها على مسائل منزليه، يمكن تصلح البيت، يمكن تشتري بيت، يمكن تنتقل من بيت إلى آخر، يمكن تنقل من بيت أجار لبيت يمكن أنت بصير ملك، يمكن أنت تسافر أو ترجع من سفر. في أحداث حلوة بالبيت فيها تكون، وفيها تكون أحداث بتدخل على حياتك الشخصية تغييرات كتير كبيرة. نيسان أبريل أب أغسطس ديسمبر هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. ثانك يو لك كارمن. طبعا كل حياتنا بنقعد بنفكر مثلا اولادنا ليش طلع عندهم هالشخصيه، او اولادنا ليش عندهم هالتصرفات المعينه اللي عاده صرفوها بالحياه، ويمكن من شرعهم، بس كله بيعود للتربيه وللقصص اللي احنا زتيناها قدامهم، لانه هن كمبيوتر فاضي وعم نعبي بقلبهم قد ما فينا. لازم ننتبه كثير منيح انه بس يجي ابننا يسالنا اي سؤال بعمر معين، لو كنا مشغولين، لو كنا عم نتسلى، لو كنا عم نرتاح، لو كان شو ما كان عندنا بالحياه، نجاوبه ونعطيه وقتنا ولو كل يوم، لانه كمان مش الكميه من الوقت اللي نعطيها قد ما هي النوعيه، ناخذ نعطي نحن وياه، لانه بيجي يوم من الايام اذا نحن بدنا اياه كمان هو رح يكون مشغول ابننا او بنتنا. مشان هيك شو بتزرع دائما بتحصد. بريك ونرجع. إذن بحيي كل اللي انضموا لنا هلا، صباح الخير عن جديد، ومع ريوة على صحة السلامة. فيكم تتصلوا فينا، ارقام التليفونات قدامكم على الشاشة طبعا، تسألوا أي سؤال بيتعلق بالصحة. صباح الخير ريوة. صباح الخير جوزيف، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. مثل ما قال جوزيف، نحن ناطرين اتصالاتكم واسئلتكم وكمان اقتراحاتكم لمواضيع، اذا بتحبوا في مواضيع معينه بتحبوا انه اتطرق لها واحكي عنها. عمرها 22 سنه، شعرها كثير عم بخف عن جديد، قالوا لها تحط زيت خروع، هل هالشيء صحيح او في طريقه ثانيه؟ اوكي، هلا زيت الخروع بالاجمال هو عنده الخاصيه انه يكون لاكزاتيف، انه مسيل او مثل نوع من مسهل للمعده بحالات الامساك. في كثير دراسات، يعني انا طلعت على ريبورتس وتقارير من مراجع طبيه بيقولوا ما في، يعني اذا فينا نقول ايفيدنس او دليل طبي واضح انه استعمال زيت الخروع بيزيد من كثافه الشعر. لكن قالوا كمان بالتقرير انه في كثير تستيمونيالز، في كثير اشخاص ادلوا بتجربتهم انه زيت الخروع ساعد على انه الشعر يطول بسرعه اكثر، يطول اكثر، ولكن مش بالضروره كثافه الشعر او غزاره الشعر تزيد. فاللي بقدر اقول لك اياه، فيك تستعملي، فيك تجربي زيت الخروع، فيك تجربي كمان زيوت كثير ثانيه معروفه عندها فوائد للشعر، مثل زيت اللوز، مثل الكوكونات اويل، زيت جوز الهند، ففيك تعملي خليط من عده زيوت. لكن الاهم بالموضوع انا بدي اياكي تراقبي انه اذا هر الشعر عم بخف مع الوقت، يعني عم بيتحسن شعرك، عم بيتحسن مع الوقت وعم تشوفي عم بيرجع يطلع شعر جديد وعم بخف هر الشعر، فاذا كل شيء اوكي، بتكون مرحله ومرقت. لكن اذا استمر هر الشعر، هون بدي اياكي اكيد تشوفي طبيب الفاميلي دكتور او طبيب العيله او الصحه العامه، لنشوف اذا في سبب لتساقط الشعر، نقص معين بفيتامينز، بمعادن، مشاكل بالغده، اي اسباب ثانيه، فقر دم، اي سبب ثاني ممكن ادى لهر الشعر. بدنا نعرف شو السبب من
الداخل. نعم. سؤال تاني أنا بدي أسأل عن دواء منع الحمل إذا بيزيد الوزن إيه أو لا؟ نعم. البيلز حبوب منع الحمل أول ما بلشت ثورة البيلز بالستينات كانت هيدي يعني نقلة نوعية كبيرة بموانع الحمل وخصوصا إجا ضمن سياق تحرر المرأة والحرية الجنسية وكل هالأمور هيدي. هلأ بالأول كانت حبوب منع الحمل تركيبتها مختلفة عن هلأ معدل الهرمون فيها أعلى. نعم. فكانت فعلا تسبب زيادة بالوزن لكن هالزيادة بالوزن بتكون نتيجة fluid retention اللي هي حبس للسوائل أو حبس للمي مش بالضرورة زيادة فات أو دهون فات بالجسم. أوكي؟ ما بطعم زيادة لا مش بالضرورة. نعم. بصير فيها fluid retention أو حبس للسوائل والمي. هلأ البيلز الجداد عم بيكون معدلات الهرمونات فيها كتير أخف ويعني إذا فينا نقول ألطف. نعم. ولكن بعدها ممكن تسبب هالfluid retention. أوقات أوكي بدي كمل بس الجواب. نعم. فبدك تعطي حالك 3 أشهر يعني أول ما تبلشي تستعملي البيل بدك تعطي حالك أول 3 أشهر إذا لقيتي فيها الزيادة بالوزن مثل ما قلنا نتيجة الفلويد ريتنشن أو حبس المي فيك تشوفي مع طبيبك أو طبيبتك إذا في بيلز تانيين لأنه مش كل أنواع البيلز أو كل البيلز تركيبتهم وتركيز الهرمونات فيهم نفس الشيء فبالتالي بترجع تحكي مع طبيبك أو طبيبتك لحتى تشوفي نوع تاني من البيلز. نعم. لكن ما في خوف. نعم. لما بنوقف البيل خلال فترة قصيرة بيرجع قبل ما ناخد بريعة سريعة بيقولوا الصبايا اللي عندهم تخربط بالهرمونات بالدورة الشهرية بياخدوا منع الحمل طبعاً. وبنسمع كمان قصص شائعة ما بعرف إذا مزبوطة ولا غلط إنه بيعمل نشاف للرحم بالنسبة إذا بتتزوج وتجيب أولاد دغري على السريع مزبوطة أو خليني جاوبك هلأ الصبايا اللي عندهم مشاكل بالدورة الشهرية ممكن بس هون طبعاً نحكي وصف الطبيب مش نحن بنقرر ناخد البيلز وصف الطبيب لتنظيم الدورة الشهرية أكيد ممكن والطبيب بيتابع هالموضوع هل بتسبب نشاف أو قصص إنه صعوبة بالإنجاب لا يعني بينت الدراسات إنه استعمال حبوب منع الحمل ما إلها علاقة بأنه يصير في مشكلة بتأخر الإنجاب وخصوصا أنه لما بنكون ضمن مراقبة طبية وعم ناخد بالطريقة الصحيحة والجرعة الصحيحة. ناخد ماري. صباح الخير ماري. ألو بونجور. أهلا أهلا ماري كيفك؟ بونجور مدام روا. نعم أهلا ماري. عندي بنتي عمرها 26 سنة. نعم. عم بصير عندها حكاك براسة يعني عم جايبت عدة أنواع شامبوان لحتى تشوف بركي من الشامبوان يلي عم تستعمله من البرودوي اللي عم تحطه على راسها. نعم. ما كان يفيدها شيء. يعني حكيك بتضل تحك جلدة راسها. هلا هي غيرت جو كانت عم تدرس برا. نعم. واجت على لبنان. هل يعني ما بعرف اذا الاعتقاد من المي هلا نحن مفروض نروح عند ديرماتولوجيست اكيد اكيد اي اكيد بس في شيء خطر يعني لا مش بالضروره يكون شيء خطر ممكن بكل بساطه جلده الراس او فروه الراس منشفه في نشاف بفروه الراس فبتسبب هالحكه هاي ممكن نوع من الالرجي او الحساسيه عم بتكون على شيء معين غيرتوا الشامبو لكن في امور تانية ممكن عم بتسبب موجودة. فانا برايي اكيد مثل ما قلتي لازم تشوفوا طبيب جلد ليتحدد السبب بس مش بالضروره يكون شيء خطير لا في حالات كمان بنسمع ما بعرف اذا بتستفيد منها انه انا سمعت بالحالات اللي هي وقت تتحمم مي سخنه الواحد ويظهر على هواء بارد او على منطقه اسقع هالشيء بياثر الحكه والقشره لا هي المي السخنه السخنه بتنشف الجلد فمن هيك بنقول انه لما بدنا نتحمم بالشتويه تكون المي سخنه لكن مش كتير سخنة يعني مش كتير مش كتير سخنة وما يكون وقت الدوش أو وقت الحمام كتير طويل لأنه كل ما قضينا وقت بالمي السخنة كل ما رح ينشف الجلد من هيك ترطيب الجلد ضروري وأكيد ترطيب فروة الرأس وهيدي بتكون باستعمال الشامبو والكونديشنر الصحيح لكن هي هون طبيبة الجلد بدها توجهها أو طبيب الجلد للشيء المناسب لفروة الرأس رنا صباح الخير رنا ألو بونجور أهلا رنا كيفك الحمد لله تفضلي في احكي مع مدام روى تفضلي اهلا رنا كيفك الحمد لله تفضلي مدام روى هديك الاسبوع انا حكيتك وقلت لك عن جوزي وقت الاكل بيض ودبس وصار معه هيك بقلبه وهب جسمه وداخ نعم اما بعد 4 ايام رحنا عند الدكتور قال له بكون طلع الضغط معك قال له هات لاخذ لك ضغطك ام قال له ما بدي بخاف هو بهاي اللحظة أخذ له ضغطه رجع الحكيم أم طلع 9/15
نعم 9 15 على 9 15 على 9 قصدك؟ الواطي 9 اوكي 15 والعالي 15 اي ايه؟ عالي شوي نعم عالي عالي يعتبر ايه ايه شو طيب. يعني هلا قال له طلب له فحوصات ما بده يعمله ليه؟ خايف لا بدك تحكي معه اول شيء بالنسبه للضغط هلا اسل انقاس مره وطلع عالي لكن هي ما بتكون مؤشر وحيد يعني هون الطبيب اكيد بده يراقبه ويشوف يمكن بينطلب على كم يوم ينفحص الضغط وباوقات مختلفه لنشوف انه الضغط عالي او لا بعدين بدي الفت لك نظرك لشغله اذا زوجك كان متوتر وما بده ياخذ الضغط وحده من الامور اللي كثير مهمه قبل ما نقيس ضغطنا انه اذا كنا رايحين على المختبر او على العياده مشي أو طالعين درج عاملين مجهود بدنا نقعد على الأقل 20 دقيقة نرتاح شوي قبل ما نقيس ضغطنا ما نكون دغري جايين عاملين مجهود ونقيس ضغطنا لأن رح يطلع مرتفع إذا كنا معصبين متوترين كمان هيدا الموضوع بيأثر بيطلع الضغط عالي أنا برأيي ارجعي بيكون في إذا في صيدلية حدكن أو طبيب حدكن ينقاس الضغط عدة مرات على كم يوم وسجليهم وفرجيهم للطبيب مرة تانية وإذا طلع الضغط مرتفع والفحوصات لازم ينعملوا أكيد أنعي لزوجك أنه لازم ينعملوا ما بدنا نخاف لأنه الخوف أنه ما نعمل الفحص أسوأ بكتير وتبعاته أكتر بكتير من أنه نعمل الفحص ونعرف شو فيه ونعالج وأنا بقلك يا رنا هون ما بدك ريوصر بدك ما يتقنع جوزك لأنه بده شيء عنده خوف من المرض مشان هيك ما عم يرضى لا ياخد ضغطه لا يعمل فحوصات دايما بدنا نكتشف المرض عبكير أسهل لو شو ما كان خطورة المرض أسهل علاجه من ما أنه نتخبى ونتأخر ويرجع بعدين يكون الوضع أسوأ ليلى صباح الخير ليلى اهلا ليلى يعطيكم العافيه الله يعافيك تفضلي شو سؤالك بدي اسال مدام غواء اذا في مجال أكيد. عن الانتي ديبريسور نعم اذا فينا اذا قطعناه فتره فينا نرجع عليه بسهوله منا لوحدنا ولا بدنا نراجع طبيب او حدا لا افضل نراجع الطبيب افضل طيب واذا الانتي ديبريسور بيجي وقت مبعود يعمل مفعول قبل مننتقل لشيء اكبر يعني يعطونا شيء عيارات زياده او شيء هلا ممكن هون الطبيب بيحدد يعني مرات يا بيغير نوع الدواء يا بيغير الدوز يا بيطلب يكون في سايكوثيرابي يعني علاج نفسي مع هالدواء هيدا سو هو الطبيب هو اللي بيقرر بس اكيد ما بترجعي للدواء لوحدك افضل وبعدين كتير مهم بدنا ننتبه للادويه الانتي ديبريسنت انه لما بدنا نوقفها في إلى طريقه معينه لنوقف الدواء يعني مش انا اليوم عم باخذ الدواء بكره الصبح في ببطل باخذ الدواء في إله طريقه تدريجيه لتوقيف الدواء لما يعمل سايد افكت فهيدول كلهم تحكيهم مع طبيبك وانا برايي افضل تراجعيه اذا حسيتي انه منك مرتاحه هلا وبحاجه لترجعي تاخدي دواء اني صباح الخير الو ايه اني بوجور اني سمعتينا هاي اني صباح النور صباح الخير كيفك بوجور بدي اقول لك مدام ريوا الو ايه اني عم بسمعك تفضلي عم تسمعينا إذا بدك عودي الاتصال لأن شكل الاتصال منه واضح أبدا قديش مخاطر الضغط بتوصل لمرض السكري في تشابك وهل في تشابك صحي سؤال كتير مهم لأنه الأشخاص اللي عندهم سكري وما عم ينتبهوا لضغطهم وصار في ارتفاع بالضغط ارتفاع الضغط وعدم مراقبته وعلاجه بطريقة صحيحة بيزيد من مضاعفات السكري وهي الديابيتك آي يعني مشاكل بالعين من السكري مشاكل بالكلى من السكري ومشاكل بالقلب والشرايين من السكر وكمان من ارتفاع الضغط فإذا الأشخاص اللي عندهم سكري كتير بدهم ينتبهوا للضغط ويراقبوه هيدا من ضمن المانجمنت أو من ضمن ضبط وإدارة السكري إنه نقيس ضغطنا وإذا في ارتفاع بالضغط نعالجه لحتى وطبعا مع الحفاظ على معدل سكر مثل ما لازم بالدم ومراقبته بطريقة صحيحة لنتفادى مضاعفات السكري اللي هي بتأثر على الشرايين الدقيقة وعلى شرايين القلب كمان ست سعاد صباح الخير اسمعينا من التليفون احسن من التلفزيون حتى ما يصير في رتور ست سعاد صباح الخير سعاد مش عم اسمع صوتي اتصالات غير واضحة ما
بدي اطلب من المشاهدين بيتصلوا يسمعونا من التليفون اذا ممكن. طبعا لنكمل بقصه السكري، يعني انت قلتي لانه في تاثير على الشريين والسكري كمان، اذا الشريين ممكن يعمل هالمضاعفات اللي كنت عم تحكي عنها، طبعا ولكن هل هو حكما الضغط بيودي لسكري له عليه شيء؟ لا لا علاقه مباشره، الشخص اللي صار عنده ضغط حكما رح يصير عنده سكري؟ لا. لكن الشخص اللي عنده سكري اذا ما انتبه لضغطه حكما المضاعفات رح تزيد، رح حدتها رح تزيد، فإذا اللي عنده سكري بده ينتبه لضغطه كتير ويتابع. خلينا ناخذ ست سعاد عن جديد، صباح الخير. ست سعاد وطي التلفزيون. ما تسمعينا من التلفزيون. اوكي. ها؟ أهلا. كيفك؟ ما رح يمشي الحال لانه في رتور بالصوت كثير قوي، معلش خلينا ما ناخذ الاتصال لانه حتى يكون عندنا وقت. طيب أوكي. بس في قصه عم نحكي ما بيودي الضغط للسكري، بس الكوليسترول بيوصل للسكري ممكن اللي عنده مرض مضاعفاته بتوصل للسكري شيء؟ الكوليسترول مش لا كمان منه مسبب مباشر، لكن هو لما بدنا نعالج الميتابوليك سيندروم او هن عده عوامل مع بعض بياثروا على صحه القلب والشرايين اللي هن السكري، الضغط، الكوليسترول، تريجليسيرايد، هدول كلهم بياثروا على صحه القلب والشرايين. من هيك لانه الضغط بياثر على صحه القلب والشرايين وبيسبب تصلب بالشرايين وبالتالي بيسبب عندنا مشاكل بالقلب، يا اما ذبحه قلبيه يا اما سكته او غيرها، والسكري كمان بيأثر على الشرايين ومنها بيسبب مشاكل بالقلب مثل ما قلت، بيسبب مشاكل بالكلى ومشاكل بالعين كمان الشرايين الدقيقة. مشان هيك هالأمور هيدي بدنا ننتبه لها، فكل شخص عنده سكري الضغط بده يتراقب حكماً ضمن العلاج. وأصلاً الضغط نحن هيدا كتير مهم نقطة جوزيف عم تحكي عنها، أنه الضغط نحن بننسى نقيسه. يعني حتى في هلا توصيات انه عند الاطفال لما بيروحوا عند طبيب الاطفال بيدياتريشن يقيس ضغط يعني للولد، يعني هن بسموه الامراض الصامته، السكري، الضغط والسرطان، يعني هو ثلاث امراض اللي هن بيقولوا امراض صامته، يعني قديش هن خطرين. طبعا فالضغط لازم ينقاس من عمر صغير ونراقب قديش شخص معدل الضغط عنده ونشوف اذا في اي تغير على صحه السلامه. لانه مرض صامت مثل ما قلت ما ببين له عوارض. خلينا ناخذ ايمان. ايمان صباح الخير. بونجور. اهلا ايمان تفضلي. في احكي مدام روا؟ فيك تحكي طبعا. تفضلي ايمان. بونجور مدام. اهلا ايمان. بدي اسالك عن ادويه الهرمونات. هلا في كريم للهرمونات طبيعي الواحد يستعمله او في له مشاكل؟ قصدك يعني بمرحله المينوبوز يعني ما بتنقطع الدوره الشهريه كريمات بتنحط؟ قبل ما تنقطع. هلا ببلش انا مبلشي معي من هلا، يعني انت هلا بلشت تلخبط الدوره؟ بتلخبط وعندي عوارض، انه عم بتصيبني عوارض مش طبيعيه كمان، عوارض المينوبوز. ايه اوكي. هلا هي ضمن الهرمون ريبليسمنت ثيرابي او العلاج الهرمون البديل اللي هي بنعوض نقص الهرمون اللي عم بيصير بهال، ممكن تكون كريمات، ممكن تكون باتشز، لزقات، في عندها عده اشكال. اول شغله ايمان بدك تكوني حكيتي مع طبيبك او طبيبتك، اوكي، النسائي او الصحه العامه، بدنا نشوف شو عندنا ريسك، شو عندها ايمان عوامل خطوره لسرطان الثدي وامراض سرطانيه، لانه التوصيات بتقول انه استعمالها هالهرمونات هيدي بحال سمح الطبيب انها تستعمل بدها تكون لفتره معينه لتتخطي هالعوارض اللي عم تزعجك من المينوبوز، يا اما الهوت فلاشز، هالهبات السخنه، يا اما التعرق، يا اما هالامور هيدي، وبعدين بتتوقف. وفي سيدات ما بينصح ابدا باستعمالها لانه عندهم هيستوري او تاريخ بعائلتهم لسرطان الثدي، فكتير مهم تكوني حكيتي مع طبيبك، درستوا الموضوع من كافه جوانبه وشفتي اذا انت بيسوالك تستعملي هالهرمونات او لا، او اكيد بدها تكون تحت مراقبه طبيه بالنسبه للدوز، كيفيه الاستعمال وقد ايه الفتره الزمنيه. وسلامتك. شكرا روى، بنشوفك بيوم ثاني بريك اكيد يوم الاربعاء. خليكم معنا. انتوا بتعرفوا الواحد بس يكون معصب كتير ويعمل سبيتش بيكون انجح سبيتش بيطلع معه بالحياة؟ صدقوني، لانه بيطلع كل شيء عنده بيعبر بطريقة كتير صحيحة، بس بده يكون عامل كنترول شوي على الطريقة لتكون مور كاريزماتيك، يعني لا العالم تقتنع منه وتصدقوا السبيتش اللي عم يعمله.
نحن وياكم قبل ما نروح عند كارلا واتصالاتكم المباشرة وأسئلتكم، خلينا نشوف الشيف حسين كيف رح يبلش. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا. مثل ما خبرتكم ببداية الحلقة في عندي ثلاث وصفات، كبة الرز، شو هي كبة الرز؟ رح نحضرها هلأ بأول فقرة أنا وياكم. وفي عندي لبن بالكفتة، طبعا لبن حاضر واللحمة جاهزة، وفي عندنا طبق رح نحضره اللي هي نوع من أنواع السلطات. طيب خلينا نبلش أنا وياكم بالرز. كبة الرز عندي رز مسلوق، بحطه بالخلاط الكهربائي، لكن كبة الرز عندي رز مسلوق مع قليل من المواد الدهنية ورشة ملح صغيرة. اوكي، رح ضيف له بيض، رح نحط بيض، ورح نحط البهارات، العقدي الصفرة، فلفل أسود. اوكي، لكن بجيب الفلفل الأسود الحشوة، رح تكون حشوتها بصل مع ثوم ورشة ملح صغيرة، بناخد نكهة كتير طيبة. طبعا بدنا نحط لها كاري ونحط كمان من العقدة الصفرة، لكن رشة ملح، رح نحط عقدة صفرة رشة، وأنا بدي أطحن الرز هلأ. لكن صار في عندي بالخلاط الكهربائي عقدة صفرة، رز مسلوق، ملح وبيض، بطحنهم لحتى نحصل على عجينة متماسكة. هيدي العجينة رح أعملها أنا بشكل قراص أو بالطريقة اللي بدي إياها، ورح أحشيها. طبعا رح نحشيها سوا الحشوة، بصل مع ثوم مع لحمة مفرومة ورشة كاري وفلفل أسود، رشة ملح. الطبق الثاني لبن جاهز عندي، وعندي كمان الثوم، وعندنا من البصل، وعندي كمان من النعنع الاخضر ومن النشا. هون مشاهدينا فيني حط بصل وفيني ما حط بصل، ما عندي اي مشكله. خلينا انا وياكم نشوف شو صار في عندي بالخلاط الكهربائي. اوكي، بعد بدها اكيد تنعيم، لكن العجينه لازم ننعمها بعد شوي. برجع انا بنعمها لحتى نحصل على عجينه متماسكه وعجينه تكون ناعمه. بعد ما نحصل على العجينه رح ريحها انا بالبراد حوالي 30 دقيقه، وبتاني فقره رح نحشيها بالحشوه اللي رح نحضرها سوا. وهلا بالعوده لك جوزيف. شيف، شو هالبقلاوه الطيبه؟ عجبتك؟ بقلاوه بالجبنه كثير. هلا انا عجبتني، بس ما بعرف اذا كارل اكيد لكارل ما رح تعجبك. كارل لانه كارل عجينه بقلاوه فيك تاكل مربع بتقيس 2 سنتي مربع تاكلهم، بكون هو هيدا اخذت المين بريكفاست، ومن بعدها فيك تشرب شاي. بس للاسف ما فينا يكون شيء انه اللي معها حق 100%، ما فينا نشارع ولا بكلمه. كارلا خفيف نضيف. انا دائما عندي حشري يعرف شو بتتروقي انه بدك افضحك كم مربع اكلت بالبريك الخمس دقائق ثلاثة، انه زلمة بدك، يا ريتو كانوا حاطين الكاميرا عليك ثلاثة ويقول له للشيف بليز كمل حكي لحتى اكل انا بعد. طيب شو بعمل فيك انا؟ قديش انا بصفك وقد ايه على فكره بتعرف شو؟ بلكي بنحضر انا وياك خلص نوعد المشاهدين بقلاوه بالجبنه خفيفه. اوكي خلص بعرف انا بصير فيك تاكل بس استفزك شو بيطلع مني قصص. لا عم بعملها اصلا انا بقلاوه بجبنه عم بعملها ديجا، بس انا بحب اعرف انت شو بتتروقي. انا غرامه اكل او لبنه او جبنه، كل مره بشكل بانواع الخبز او باخذ خبز شوفان او تنور او مرقوق، اوقات باخذ الرايس كيك، اوقات باخذ مثل البسكوت اللي هن بس فيهم لينسيدز واوتس وهالقصص، كل مره مع، بس ما بقدر من دون فنجان الشاي الايرل جراي، ما في من دون.
ايرل جراي. شو الفرق بينه وبين الشاي العادي؟ ماشي، انا بحب طعمته كثير. اوكي، وهالقد ايه ساندويتش بكون؟ عادة بجرب، ما بقدر اكل اكثر من اذا مثلا الأبعة الصغيرة أبعة واحدة، إذا الباجيت نصها المالتي سيريال. منيح؟ منيح. شفت في بسجول غير هيك فضولي؟ أنا بعد شوي بتخبريهم شو كنت عم بقول لك كمان ما بقى. إذا بدك بنكمل. مرقوق باخذ تقريبا نص أقل شوي لأن بشيل الأطراف. طيب فينا نكمل الحلقة عنك شو بتتغدي؟ حسب شو الغداء. ناخذ اتصالاتكم عبر رقم التليفون اللي قدامكم على الشاشه، وحبلش بالاسئله اللي بعتيلنا اياها على الواتساب اللي هو 03-010-533. بونجور بليز، بدي اسال عن الكونستيباسيون، يعني عن على الامساك الاكتام مع نفخه، شو ممكن نعمل؟ هلا هون دائما وقت يكون عندنا مشكله امساك جوزيف ونفخه ضروري بالاول نشوف ليش شو من هيك. اذا ثاقبت مره قطعت بيقطع الواحد بعض انواع الفاكهه والخضار، هلا بنشوف شو هن. أوكي. انما اذا هالشيء عم بيكون باستمرار ضروري نروح عند طبيب اختصاصي جهاز هضمي ليشوف شو يلي عم بيعملنا هالاكتام وهالنفخه. نعم. هلا لبين ما تروح المتصله او المتصل على عند الطبيب بينفع كثير، في اشياء كثير بتساعد للكونستيبيشن وللنفخه. اولا هلا الموسم هو الارض الشوكه، بنقدر نسلق الارض الشوكه كلها مع شويه، نحط عليها شويه زيت زيتون، ناكل طبعا الورق، طرف الورق والكعب. نعم. وافضل انا بفضل انه ناخده طازه ونسلقه، او اذا ما قلنا كثير ما عندنا وقت كثير وما قلنا جلد فينا ناخذ الكعوب الفروزن، ما ناخذ الارض الشوكه المعلب، بنستفيد اكثر من كعب الارض الشوكه المتلش. كمان كتير بيساعد المانجا بتساعد لحتى تسهل المعدة من دون، عم بعطي أصناف من الأطعمة يلي بتسهل المعدة من دون ما تعمل نفخة. طبعا أنا في أكل كل أنواع الخضار، فينا ناخد ملفوف، فينا ناخد أرنبيط، بس كل هيدا بتعمل نفخة. التفاح عند بعض الاشخاص بيساعد، بعض الاشخاص ما بيساعدون ابدا. أوكي. من هيك الامور اللي اكثر شيء بتساعد العنب بموسمه، المانجو هلا المانجا هلا موسمها بتساعد كثير، وطبعا الارض الشوكي انت عم تحكي عن هالموسم، بس كمان نسمع انه مثلا المشمش والمجفف طبعا كل المجففات هلا لانه نحن مش بموسم مشمش وخوخ وتين، بناخذهم مجفف، والطريقه كثير كمان منيحه وما بتعمل نفخ وغازات، هي انه نطبخهم. يعني اول شيء ننقع بالمي، نكب المي، نقطع صغير ونتركه على النار، مشمش، تين وخوخ، حبتين من كل نوع، نتركهم على النار ينطبخ ويصيروا مثل نوع مربى، طبعا من دون سكر. اي اضافات، من دون سكر، لان هن رح يكون فيهم السكر اللي سكرهم هو اللي رح يساعد لتسهيل المعده بالاضافه للالياف اللي فيها، هيدا بناخذها ملعقتين. بفيدوا نفس الشيء مثل كانون طازه ولا اكثر من طازه؟ حسب الاشخاص، كمان برجع بقول لك بيستفيدوا اكثر من المجفف من الطازه، وفي اشخاص بالعكس. نعم. لانه مشكله الاكتام والنفخه كثير خاصه بالشخص نفسه، يعني بتلاقي في بعض الاشخاص بينزعجوا لنقول من نوع من الخضار، تنقول من اللوبيا الخضراء بتعمل لهم نفخة، بعض الأشخاص أبدا ما بتزعجهم. هل الأصناف اللي حكيت عنها أهم شيء بتساعد لتنسهل المعدة من دون ما يصير في عنا نفخ. ماري صباح الخير. أهلا ماري. بدي أسأل سؤال مدام كارلا. سؤالين كمان تفضلي. مدام بدي أسألك إذا بزر ميال الشمس لا محمص ولا ملح شو هو؟ بعده أخضر بنصح شيء؟ دوار الشمس ايه اكيد اكيد بنصح. كل البذور حتى ولو مش محمصه ومش مملحه طبيعيا هي فيها زيوت، يعني بدك تحس بانه تقريبا ملعقه كبيره من البذور بده يكون فيها حوالي ملعقه صغيره من الزيت، يعني كل هالبذور والمكسرات حتى ولو نيه هي خلقت ربنا بس فيها بس تختلف افادتها، فيها فيتامين او اذا لا مفيده، ما عم نحكي انه مش مفيده، يعني فيها فيتامين اي، نوع الزيوت اللي فيها مفيد، بعض من البذور فيها الاوميجا 3 اللي دائما بنفتش عنه. انما بدنا نحسب لحساب انه ما باكل انا، اذا خاصه بننتبه انه ما يزيد وزني، ما بدي اكل كميات مثلا احط كيس بذور دوار الشمس مثلا او اي نوع بذر ثاني وروح فيه بالسهره، لانه هيدا يعني زيت يعني كالوريز يعني بنصح. اذا نعم. انا شخص رفيع وبدي انصح وما عندي مشكله انه يزيد من وزني
ساعتها باكل من دون اي مشكل. هذه الامور بكل البذور كان ان كانت مملحه نيه او محمصه. ما سمعت الاسم معي اتصال بس. الو الو بونجور. يا هلا بحياتك. بدي اسال الدكتوره فضلي. عن شو اللي ينفع للكبد وللبنكرياس. والبنكرياس اوكي. حكيت انا قبل شوي عن عن الارتيشو، عن الارتيشوكي، كثير منيح للكبد. يعني يمكن كان لازم نعمل حلقه خاصه عن الارتيشوكي، بس للاشخاص اللي كمان ما سمعتنا قبل، للاشخاص اللي بدهم ينشطوا الكبد ياكلوا كل يوم راس ارتيشوكي مسلوق افضل بيكون، او بناخذ كعب الأرض الشوكي المثلج. في كتير اشياء لازم نمتنع عنها كمان لحتى ننتبه على الكبد. يعني لازم نمتنع اذا عنا الكبد تعبان، نمتنع عن الالكول، عن الكحول، نمتنع عن السكر ومشتقات السكر طبعا، حلويات والدهون. هلا بالمطلق كل شيء فيه خضار لونه داكن، مثلا اذا قلنا الخس من برا الاخضر صح، او اذا عندك تنقول سبانخ او هندبه، هدول كثير منيح كثير مفيدين، بالاضافه كمان للشمندر. مع العلم بعض الاشخاص بخافوا ياكلوا شمندر لانه بيعتقدوا فيه سكر كثير، هو لا طعمته بتغش، يعني نكهه السكر اللي فيه ما بتعني انه في كميه عاليه من السكريات، لكن ارض الشوكه ركزوا عليه كثير للكبد. تغريد صباح الخير. اهلا تغريد. الو بونجور. بونجور خوي جوزيه. كيف صحتك؟ معك الحمد لله. معك الله يرضى عليك. انا ما عزبك بس بدي نمرة الدكتورة كارمن. وين عيادتها؟ كارمن ولا كارلا؟ كارلا كارلا كارلا. بدك تسأليني شي سؤال هلا؟ اذا بدك هلا تحت الهواء بيعطوك. انا حيره حالي بالريجيمات وما عم بينفع معي. هلا اذا بدك تحت الهواء، تحت الهواء بيعطوك رقم التليفون. بس عندك سؤال هلا تساليني طالما بعتوني اياه هلا بيعطوك اياه تحت الهواء. ميرسي كثير حبيبتي. يا هلا يا هلا. اهلا وسهلا فيك طبعا. لحقت وصلت على سؤال سؤالي. لحقتي واتصلتي. كمان اتصال صباح الخير. الو صباح الخير. الو يا هلا. صباح الخير زيف حبيب القلب. كيف حبيبي ليك؟ بس شغلي كنت عم تشرح على حبتين مشمش وحبتين خوخ حبتين تين وما كملت، بس الله يخليك يا ريت تعطينا اياها تاكلهم بعدين. لا لا هو لا 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 انا كنت عم بعطي وصفه نوع من المربى لتسهيل المعده، مربى طبيعي من دون اضافه سكر سكريات له. يعني هو المبدا انه انت تقطع هالفاكهه المجففه، طبعا ممكن تحط اكثر من الخوخ المجفف او اكثر من التين او اكثر من المشمش، ما تحطهم قد بعض حسب شو بتحب اكثر. وبعض الاشخاص بيستفيدوا اكثر من الخوخ المجفف مقارنه بالمشمش، ممكن تحط اكثر خوخ مجفف. كثير مهم انه تفرمهم لحتى يستووا اسرع ويصيروا على شكل مارمليد او على شكل مربى. بتحطهم بمرطبان نظيف كثير منيح مسكر مزبوط وبالبراد، وفيك تاخذ منهم هدول ملعقتين طعام كل يوم عند عريق. الصبح او عند المساء. ما مهم اذا على الريق او لا، بس حبت ملعقتين بالنهار. هلا بعض الاشخاص كمان بيستفيدوا، هلا ما بعرف قديش الطعمه ممكن تكون طيبه، اذا خلطنا مزجنا معهم ملعقه زيت زيتون، لان كمان زيت زيتون كثير مفيد لتسهيل المعده. زيت الخروع بيساعد، بس انه بتستفيد اكثر من زيت الزيتون. اكثر صحيا يعني. لانه زيت الزيتون، زيت الزيتون صحيا كثير منيح وطبعا افيد من زيت الخربعه. ريهام. الو سهام. سهام صباح الخير. بدي احكي مع مدام ما بدك تحكي، ما بدك تحكي معي لي ابدا. بدي اسالها على الرجيم. طيب تفضلي قولي له بونجور لجوزيف بالاول بعدين بيزعل. تفضلي تفضلي. صباح الخير مدام دكتورة كارلا. اهلا صباح الخير. ما في مشكلة. صباحكم. اهلا تفضلي. حبيبتي انا عاملة عملية الورك. نعم. من 8 اشهر. نعم. نعم. عاملة عملية الورك. وزدت زادت 6 كيلو لأن ما بعمل حركة. نعم. فشو الحل؟ اوكي هلا اول شيء طبعا الحمد لله على السلامه. بمجرد انه ترجع تتحركي
وقتها تصيري تقدري ترجعي تمشي بيمشي الحال ترجعي بتضعفي، بس هلا حاليا ضروري تخففي من كمية الأكل اللي عم تاكليها. ما بعرف قديش هلا عم تقدري تتحركي أو توقفي تمشي، بس بالمطلق بدك تنتبه إنه كل شيء بيعطيك كتير طاقة بدك توقفي، يعني كل شيء فيه زيت دهن بدك تعايري ملعقة الزيت اللي عم تحطيها بالطبخة، ملعقة الزيت اللي عم تحطيها بالسلطة، بدك تعايري كمية الأكل يلي عم تاكليه، بدك تجربي ما تلقمشي خلال الوجبات، تركزي على الأشياء اللي بتغذي بتقوي العظم من دون ما تعطيكي وزن زائد. يعني مثلا عبكرة إذا مرقتي ملعقتين كبار لبنة مع شوية زيت زيتون، مع شقفة خبز صغيرة مثلا ربع رغيف من المرقوق، على الظهر فيك تاخدي مثلا اي نوع من الاطباق اللي بتحضريها بالبيت المطبوخه، فيها تكون كوسه محشي مع لبن، في يكون كبه بالصينيه، بس بده يكون الكميه قليله تقريبا من دون زيوت. كمثل الوجبه صغيره فينا ناخذ كمان كاسه لبن صغيره مع موزه او مع تفاحه او مع كم حبه مثلا فريز بعد الظهر لحتى إذا حسيتي حالك جوعانة، والمساء فيك ترجعي تعيدي أو الترويقة أو الغداء، كله بده يكون بكميات قليلة لحتى تقدري ترجعي تخسري من وزنك. وجربي تجنبي كل شيء في حلويات هلا، لأن هدول بيعطونا سكر كثير ودهون كثير، وبالتالي بما إنه ما عم نحرقهم ما عم نمشي أكيد بده يزيد الوزن. أنا بدي أعطيها نصيحة، نصيحة بتصير نفسية، أنا معك حق بحب شوف الصحن مليان، مشان هيك إذا بدك تحسي الصحن مليان صغري الصحن، بس صغري الصحن لو حطيت بورشون صغيره بحسي صحن مليان بقى هي وكلي عمهلك، لانه بعد 20 دقيقه بيعطي اوردر او نص ساعه ماكسيموم للدماغ للمعده انه نحن شبعنا. وقفه. ثانك يو كارلو، شكرا لك جوزيف. بريك وبنرجع، خليكم معنا طبعا لنتابع نحن وياكم عالم صباح لليوم الاثنين بدايه الاسبوع. شو في امور ما بتنشرها بالمصاري كتار وكتار وكتار كتير، الكومنتس وصلوني وحبيتوا السؤال اكيد. رائدة احمد، راحة البال والحب والصحة والشخصية المحبوبة المهضومة جو، ثانك يو. الله يسعد صباحك جو، سلامة روحك، ثانك يو. تحية معطرة بعطر الزنبق والبيلسان للمشاهدين والكرام والعالم الصباح، ولقلك كمان. ريناد رينادوزا، صباح الورد والفل والياسمين، المال مهم بيشتري كل شيء ضروري، وللأسف بعض الأشخاص بيستعملوه بطريقة مخجلة. غنوة أهوجي، سعد صباح جوزيف، كل شيء بينشرب المال إلا السعادة وراحة البال والصحة أهم شيء كمان. ريتا سترونج، صباحك مليان ورد وفل وياسمين، تانكيو. يا زنبقة بفيح عطرة كل ما أطلت علينا، تانكيو لك يا ريتا. يلي ما بينشرب المصاري حب الناس وكرامة الحرية والأخلاق. مها الجمل، صباح الخير، غير متعارف عليه الصحة وغيره، ولكن اهتمام الأب والأم والأولاد وتربيتهم وكسب ثقتهم ومحبتهم هيدي ما بتقدر تشتريها، أصعب شيء بالحياة إنك توفق بيناتهم. مظبوط. محاسن حفار، صباح الخير جوزيف، إشياء كتير ما فينا نشتريها بالمال، من الصحة والسعادة الأخلاق والضمير. ابتسام كاتب، صباح النور، اللي ما بتنشرب المصاري الصحة والمحبة والإخلاص، تدبير رب العالمين لكل إنسان، ما بقدر نشتري بالمال بل بتغيير النفوس والدعاء والطلب من الله. ربي اكتب لي ما أحب كما تحب. معك إندا أرض وورد واتصالاتكم المباشرة. كندا صباح الخير. صباح الخير جوزيف. طبعا في كتير قصص ما بتنشرها بالميل. اول شيء سلامتك. ثانك يو. تحدينا، انا عم بحس لازم احكي على صوت واطي. هي اول مره عاده بيكون صوتي اعلى كثير، بس بوعدكم رجالكم الجمعه مع صوت اعلى. اكيد سلامتك. عم تقلي في اشياء ما بتنشرها بالمصاري. اكيد اكيد كثير. بدك تسمي شيء؟ انه قالون كل يلي انذكروا، اكيد الصحه وراحه البال وسعاده كمان ما بتنشرها بالمال، لانه هي مثل ما كنت عم تحكي الاسطوره هي داخليه اكثر يعني، بس اكيد المال بيساعد على تحقيق كثير امور. نعم بالحقيقة. طبعا اتصالات مباشره للمشاهدين، نحن في عنا كم ستيل بعتلنا لنا اياهم على الواتساب 03010533. واول ستيل رح نشوفه مدام كندا، كيف بعتني بالبامبو؟ صحيح، ما في ستيل
ما في ستيل على البامبو ما هيك؟ نو ستيل، اوكي سوري. ما في ستيل، بس كيف نعتني بالبامبو؟ انت لازم تجاوب قد ما بنحكي عن البامبو. لا لحظه، اذا انت بلشت خلص انت جاوب. اهم شيء انه ناخذ اول اتصال بعدين نرجع نجاوب عنه. يلا اتصال. الو الو، صباح الخير. بدي اسال اذا بعدها على الخط مدام كارلا. كارلا تحت الهواء. هلا عندنا كندا، اي اهتمام بالزرع او بشتولكم نباتاتكم احنا جاهزين لانه نجاوب. بالنسبه للبامبو، اوكي البامبو لكينا اول شيء اذا كان بينزرع بالماء لازم، هي القاعده تبعوله ان تكون المي نظيفه على طول. لازم نخلي المي تكون نظيفه، وما لازم انه تكون المي معبيه كل الفاز، يعني بس بدي انا القسم التحتاني الاسفل يكون مغطى محل ما بيكون في شروش طالعين. هيدا هو اهم شيء، يكون مغطى بالمي، ما ضروري انه لفوق. اعلى من هيك يكون في عندي مي. ثاني شيء بدها تنحط بمحل ما ضروري يكون شمس، يعني البامبو من النباتات اللي بتقدر تعيش بمحل، مهم انه يكون في مينيموم من الضوء، انه بتقدر تكون عم تقشع مزبوط، فاذا البامبو بتقدر تعيش منيح بهيك محل. وبيسوى بين وقت وتاني نعطي مغذيات، اذا بدي اعطي مغذيات بدي اعطي كميه كثير قليله، يعني هالسوائل يلي بنحطها عاده للنباتات الخضراء فيني احط نقطه بقلب المي لحتى يضل في غذاء، ولحتى البامبو تضل بصحة منيحة وتضل عم تعطي ورق جديد، لأنه مع الوقت بتصير تعطي كمان ورق جديد. هلا وقت اللي بيصير في عندي مع الوقت، كل ما نخلي المي نظيفة كل ما عرق البامبو بيضل محافظ على صحته، بس في أيام بسكر المسام تبعوله من تحت، يعني بتصير بتحس إنه صار في عندي نوع من العفونة من تحت بالأسفل، هيدا فيني إني قصه شيل هالنص سنتي او سنتي لحتى ارجع افتح مجال انه ترجع البامبو القصبة كلها سوا تقدر تسحب المي مثل ما لازم. النباتات كلها بحاجة لدورة النهار، يعني نهار وليل؟ ايه اكيد بحاجة لضو، يعني بالنتيجة أكيد. بس بحاجة للعتمة كمان؟ بحاجة لانها ترتاح، ما فيها تضلها عم تعمل دايما تكون معرضة للضو اكيد. لانه النباتات بتتنفس بالليل وبتشتغل بالنهار، فاذا هي بحاجة لانه كمان تقدر تتنفس بفترة الليل. ناخد اتصال كمان. صباح الخير. ايه بونجور. يا هلا، سلامتك يا جوزيف حبيب القلب. تجيب تفضل، شو سؤالك؟ بونجور يا كندا. بونجور يا هلا. السؤال عن الجاردينيا، بدي انقلها من بو لبو تاني، وهي هلا حامله زرار صغار. اوكي. في نصائح معينه نوعيه التربه فيني انقلها ما فيني انقلها؟ فيني انقلها؟ ايه بس فينا ننقلها هلا بهالوقت، ما في مشكل، بس عشرت انه نقول بشكل صحيح. خاصة انك عم تقول حامل كتير زرار هلا، اذا من بو لبو تاني اهين ما انه تكون من الارض، يعني عم تغير لها محلها. بالبو فيك تاخد القالب مثل ما هو، خليها تنشف شوي تعطش لوقت لحتى يقدر ينشيل التراب مثل ما هو، يعني خليها 3-4 ايام بدون مي، نرجع ننقلها على بو تاني اكبر. التراب يلي بدي ازرع فيه اكيد مفضل انه يكون تراب ميل للحموضة. وقتها بقول ميل للحموضة يعني يكون اذا شي فيه مواد عضوية كتير يكون اسود كتير، بس ما ضروري يكون خفيف، يعني مش يكون بس تورب لحاله هيدا مثل السفنج، لا بده يكون مخلوط مع تراب زراعي كمان، يكون التراب يلي بفت كله سوا ويتقلها لحتى تقدر تقعد مزبوط بالارض. مهم انه اقول القالب مثل ما هو، وما ضروري كبر البو كتير، يعني بقدر بس يكون فرق 2 او 3 سنتي من كل طرف، هيدا كافي لحتى تحس. بس فينا اكبر بصير شيء اذا اكبر. ليك ما منيح انه نكبر كتير التراب تبع نبته بقلب الحوض، لانه بتصير كانك عم تكبر لها تيابها، يعني بصير عندها مجال كتير انه تمد الشروش تبعولها، بتصير مشغوله عم تعمل شروش، طالما انه عندها مساحه بقلب التراب بدها تعمل، بتصير تعمل شروش بتبطل تعطيك ورق كتير، فمشان هيك التوازن حلو. وتتقولي حموضه فينا نحط السماد او السواد اللي هو للحيوانات، يعني بقر او غنم او جيش؟ بس بدنا ننتبه هلا بنحط في كثير اشخاص بحطوا. هلا اذا كنا بقلب البيت او بمحل بنقعد ننتبه لانه بيعمل ريحه منا كثير مش كثير حلوه، بس اذا بدي اني احط بدي انتبه انه يكون ما يكون حامي، ما يكون كثير با
بعده منه شو بيقولوا ايه منه جاهز مزبوط، يعني منه عامل كل محلل بشكل صحيح، لانه بيكون بعده عم بيفرز مواد. كمان انا اتصال. الو الو صباح الخير. الو شكرا. الو ايه الو صباح الخير. صباح الخير يا هلا. معك غاده من علي. اهلا وسهلا وكل اهالي علي، تحيه لكم. تفضل. كيفكم؟ الحمد لله. كيفك مدام كندا؟ هاي غاده، كيفك؟ منيحه انت؟ ماشي الحال. مدام كندا عندي سؤالين لإلك. تفضلي. في شتلة فيتا كبيره مزروعه بالارض وطالع حواليها فرخه شتل صغير. نعم. فينا نشيلهم نفردهم؟ فينا. ايه مثل ما هي بتنشي. قد ايه صار عمرها؟ يعني هي هلا اول سنه عم تبلش تطلع؟ ما بعرف، هي مش عندي بس كلفوني. اوكي ايه بتنشال مثل ما هي. اذا فينا ناخد معها شرش بيكون منيح، اذا لا حتى لو قصيناها بنرجع بنحطها على التراب بترجع بتشرش. شكرا كثير. وفي شتلة كاميليا جايبتها جديد صديقتي، بس عم يهروا الزهر بعد ما يفتحوا يومين. اوكي. ما بعرف ليش، بدي شوي تعطيني تفاصيل. ممكن يكون لانه مغيقه على غيار المحل لها، انه جايبتها جديد هي. ممكن يكون على غيار الطقس اكثر. ايه يعني اذا كانت مثلا اشتريتها من مشتل بالساحل حطتها بالجبل ممكن. لا بتصور اثنينهم بالساحل كانوا. اثنينهم بالساحل. ممكن يكون على شيء هالغيار هيدا، وممكن يكون ما بعرف اذا فيها مرض او لا، بس لازم تكون انتبهت وقت اللي اشتريتها. باين صحية وحطتها جوا هي، بس بمحل مضوى. مضوى مضوى منيح جوا حطتها، ما في دفى زيادة، لان كمان ما بتحب الدفى. ممكن يكون دفى. ممكن لان هي على الساحل. اوكي، واذا كان في تفاصيل بعد ممكن تبعتي لي اياها. شكرا. يا هلا. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو صباح الخير. الو يا هلا. ما عبنا بدكم توصلوني مع مدام كندا. انت مع مدام كندا دغري، نحن واحد. تفضلي منى. شو سؤالك؟ الو بونجور. يا هلا. معك مدام منى. ايه اهلا منى، اهلين. بليز بدي اسالك عن الجردينيا. هي كانت كثير حلوه، هلا فيها الاوراق الكبار عم يتفروا. اوكي، بس الوراق اللي على الرواسه الزرار اللي عم تعملهم والوراق الصغار اللي حواليها عم بيسودوا وبيبسوا. اوكي هلا الوراق الصفر اذا كانوا كبار ما في مشكل عاده، بس عم بقول للكل يعني اذا بس الورقه اللي هي اكبر القديمه عم تصفر ما في مشكل، بس عم تقول الراس عم ببلش يسود معناتها بلش يجي امراض شبيهه بالمن، وهدول لازم انه ينرش بكير اذا بدي انه اخذ موسم حلو للجردينيا. لسوء الحظ الجردينيا اذا كان مبلش يصير فيه هيدا السواد، ايه ما رح نقدر انه نعالج بهول الطرق اللي كثير فريندلي اللي دائما بنصح فيها، يعني الاشياء اللي موجوده عندنا بالبيت مثل مي وصابون وهيك، ساعتها بنصحها انه ترش بدواء خاص بالمن لحتى تقدر انه تكسب الموسم من اوله. وفي بالاسواق مبيدات هي اقل ضرر من غيرها. وعلى كل حال في كثير محلات صارت ما بقى عم بتبيع المواد اللي هي ضاره. الالوي فيرا. نعم. اذا بدنا نقلها في لها طريقه معينه لبو تاني بو اكبر، ولا مثل ما قلت من شوي عن مثل ما قلت من شوي، لانه ايه وارد السؤال عن الالوي فيرا. مثل ما قلت من شوي طريقه النقل اذا كانت من بو لبو تاني هي بس انه نعطشها لحتى يطلع قالب التراب مثل ما هو، نجرب قد ما فينا انه ما نشيل. هلا اذا كان في عندي شروش طالعين اصلا من برات البو جوزيف، وهالشروش هيدول ناشفين يابسين، ساعتها بقدر اني قصهم. يعني هولي خلص خلايا ميته بنقدر انه نقصهم، بس ما نوصل للشروش اللي هي بعدها خضرة لانه بتكون عايزه النبته. اتصال. الو الو صباح الخير. صباح الخير. تفضلي شو سؤالك لك انت؟ بدي اسال، في عندي شجره صغيره من الليمون الصغير كونكوات عم بتصفر شوي و مش عم بتزهر. اوكي، معناتها بدها غذاء. اذا هي كلها عم تصفر وما عم تعطي زهور ابدا معناتها ترابها كثير فقير، لازم انه او اذا انتبهي ما بعرف اذا لازم يتكبر البو تبعها اذا الشروش كثير معبيين البو، او اذا لا البو كبير عليها لازم انه نعطيها مغذيات.
بدها مغذيات يعني؟ ايه بس انتبهي اذا البو كتير صغير عم بتشوفي شروش طالعين لبرا؟ لا لا بيسوى انه نعطيها مغذيات. اوكي اوكي شكرا لاتصالك. بدي ارجع عند جوزيف لانه هيدا وقت يعني نحن دائما بنحكي عن مغذيات بالنباتات بس هو هيدا الوقت عن جد البلانت بتصير بتشوفهم يعني بتشوف انه عم تكبر يعني ولد عم بيكبر ومش عم تعطيه ياكل صحيح. بيطلب ياكل بهالوقت هيدا وقت النمو فهي كمان بحاجه خاصه النباتات اللي مزروعه بالحوض. حتى نجاوب مها من الشام بدها عن نبته الكروتون ما بعرف شو هي حسستها عم بتموت اوراقها عم تسقط لحالها بدي اعرف كيف وعم تنشف كانه شفت على غصن منها شيء ابيض مثل العفن او القطن. شكرا على اطلالتك المميزه على الشاشه علاجها وطريقه العنايه فيها وشو السماد المناسب لها. اوكي معها بعت كثير صور عن الكروتون تبعها هلا رح نشوفهم. هيدي وحده من الاوراق يلي بعتتها هلا بعد شوي بنصير نشوف كل اللي عم نشوفه وقت اللي نبته الكروتون بيوقعوا الاوراق تبعولا معناتها في عندي جفاف كثير بالجو وعاده كروتون. عادة هيدا الشيء بيكون جاي من شيء اللي بنسميه ريد سبايدر او نوع من العت نوع من العنكبوت او العت يلي بيجي على النباتات خاصة الكروتون وقت يكون في عندي نشاف. الحل هو انه نصير نرشها للكروتون بالمي نصير نرش لها اوراقها بالمي فينا انه نحطها تحت الدوش ونصير نعمل لها دوش بين وقت وثاني يعني كل يوم؟ لا مش كل يوم مرة كل جمعة مرة كل جمعتين وقت اللي بنقدر ننقلها على البنوار ونعمل لها دوش بالمي كثير بتفرفح. هلا اللي عم تشوفوا المن القطني هو نوع مرض ثاني بيجي وقتها بتصير النبته ضعيفه كمان دونك عندها شغلتين. اول شغله بدي اقول لها اياها تشحل الكروتون تشيل تقريبا منها 10 او 15 سنتي حتى ترجع تحفزها تعطي ورق جديد، الورق اللي عم بيهر يهر وبس تبلش تشوف انه صار في عندها هالمن بعده موجود ساعتها فيها تعالج بمي. طيب والورقه المنزوعه بتقصها ولا بتشيلها كلها؟ لا بتشيلها كلها اصلا بدها تهر. تشيلها كلها. ايه اوكي شكرا لك كندا بشوفك بيوم ثاني على الاغراض. اذا الله رد بريك وبنرجع خليكم معنا. على امل اوصل انا وياكم باخر النهار يرجع صوتي هلا يعني تحسن هي لانه صار في براتيك بالموضوع. رح نكمل احنا وياكم عالم الصباح طبعا صعب كثير مع دكتور غسان كل يوم تنين صار نشوفه مع موضوع جديد اليوم العالمي للتوحد للتوعيه عن مرض التوحد. رح يكونوا ضيوفنا بالاستوديو شيرين عماش عضو مجلس اداره باوبن مايندز اهلا وسهلا فيكي وريما فضول عضو مجلس اداره باوبن مايندز كمان. نحن وياكم صعب كثير. دكتور غسان صباحك بالخير. صباح النور جلال. انا رح اترك الحديث لك وكلني Thank you. سمع لك. ثانك يو. تفضل. انا بدي احيي معك جوزيف بريما وشيرين وبدي احييهم وحيي كل جمعيه عم تشتغل بالمجتمع اللبناني لمناصره حقوق الانسان وخاصه لكل الاحتياجات الخاصه. شيرين اول شيء بدي بلش معك بونجور صباح النور. اهلين. بونجور ريما. بونجور. ميرسي لحضوركم وعم تنوروا شاشتنا. شيرين معك يا ريت فينا نتعرف اوبن مايند شو هي الجمعيه؟ مين اسسها؟ وبشو بتهتموا؟ نحن جمعية Open Minds تأسسنا ب 2012 معمولة من 20 ممبر وعنا ثلاث أهداف. أول هدف هو دعم Special Kids Clinic بالإيو بي هي عيادة للأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة يعني احتياجات خاصة مش بس إنه التوحد في مثلا شلل دماغي أو داون سيندروم أو different احتياجات ومنساعد الأطفال اللي بحاجة لمساعدة مالية ما عندهم تأمين أو ضمان نعمل باكيجز وبيجوا لعنا ومنأمن لهم التشخيص والعلاج ومنوجههم على الطريق الصحيح. وثاني هدف هو الأبحاث العلمية والجينية اللي هو نحن الجمعية الوحيدة اللي بنعطي قسم من التمويل تبعنا للابحاث العلميه. طيب اول مره بسمع حدا ايه لانه عم نعمل هالابحاث على الواقع اللبناني يعني على الباك جراوند المجتمع اللبناني اللي هو مهم
نعرف المعلومات الرياضية. أطفال تقريبا بالجمعية لعلاجاتهم عم نحكي بكافة. نحن صرنا أخذين 200 عائلة. نعم. مساعدينهم. نعم. لهلا. أوكي. بهالأربع سنين. نعم. وثالث هدف هو التوعية. الاويرنس، التوعية على الدمج بهالأطفال بالمدارس الخاص، المدارس العادية والنشاطات الاجتماعية. وعم نجرب نشجع المجتمع اللبناني يتقبل هالأطفال باختلافاتهم وخلال المعرفة والتوعية. حلو حلو. شيرين رائع. أنا بدي أحييكم لأنه مثل ما قلتي وبتصور أول مرة بسمع أنه جمعيات بيهتموا بالأبحاث العلمية دائما. وبحيي هالنقطة بشكل كتير كبير لأنه للأسف كل جمعياتنا نحن كتير منتلقى بقى. أنتوا هالمبادرة كتير رائعة. سؤالي، الجامعة الأمريكية أكيد هي بتدعمكم بهذه الأبحاث؟ لا إيه، نحن من مول عنا دكتور روزي بستاني وهي بتقوم بالأبحاث، وصرت عاملة 14 دراسة وعم نتعلم أشياء جديدة على العلم الوراثي اللي هو معلومات مهمة يعني لنستعملها بعدين إن شاء الله. الاستمرارية لكم أوبن مايند. بس اليوم كمان دكتور غسان مثل ما هو موضوعك اللي هو اليوم العالمي للتوحد للعناية. طبعا ريما عندها كثير معلومات تخبرنا عن الستاتستيك بلبنان. مشان هيك ريما بدنا نحكي عن التوحد. ريما، كيف فينا نعرف التوحد؟ ريما، التوحد هو اضطراب بالنمو بالسلوك عند الولد، ودائما بيتشخص بأول 3 سنين من العمر. والمنيح انه هلا صار عم بيتشخص بطريقه كثير بكير، يعني في ولاد ممكن يتشخصوا من 6 أشهر وما فوق. والشيء المهم انه يتبلش التدخل المبكر مشان يقدروا هودي الولاد قد ما فيهم يتحسنوا. هلا اذا عم تقلي شو الديفينيسيون تبع التوحد، هو بيصيب اكثر شيء نقطة التواصل الاجتماعي والتواصل الكلامي كمان. اللي عنده ADHD كمان ممكن معرض ليكون عنده توحد مع بنفس الوقت، يعني بيتضاربوا مع بعضهم. بتصور انه في مرحلة كانوا محطوطين تحت في شيء بعلم النفس بسموه DSM-4، يعني تيست بينعمل، ممكن يكون وحدة منهم. هلا الاوتيزم هو بسموه سبيكتر كثير واسع، يعني ممكن يكون ولد حالته كثير قوية وممكن متقدم. يكون حالته كثير خفيفة ممكن كمان يكونوا يبرعوا باشياء كثير معينه ومحدده، هو في نسبه قليله منهم. فما في ولدين مثل بعضهم عندهم توحد. أوكي. بس الشيء المعروف ومتعرف عليه انه كل ما بلشنا عبكير نشتغل معهم كل ما تحسنوا ممكن يوصلوا لمحل يكونوا فاعلين ومنتجين بالمجتمع. يعني طب ريما، علاقتكم مع غير جمعيات، هل عندكم علاقه مع غير جمعيات؟ تنفتحوا على غير جمعيات؟ أكيد، يعني نحن بأي نشاط بينعمل كل واحد ممكن يقدم الأشياء اللي عنده بطريقة أنه نوصل يكون عندنا نتيجة أحسن نعمل. وصار عندنا كذا تعاون، يعني تعاوننا مع جمعية إنكلود، دخلنا الدمج على السكوت وجيد دو ليبان، يعني على الحركة الكشفية بلبنان. سو تعاوننا نحن وياهم، إجا ترينر من برا من فرنسا وعملنا جلسات وركشوب. في احصاء لعدد المصابين بالتوحد بلبنان؟ في صح، هو وحده من الدراسات يلي انعملت ويلي اوبن مايندز مولتها بالجامعه الامريكيه مع دكتور روزميري بستاني، انعمل احصاء للجاردوريات يلي موجودين، يعني كل الحضانات الموجودين بجبل لبنان وببيروت، وتبين انه الاحصاء تقريبا مثل الترند العالمي يلي هو 1 على 68، يعني بس مثل ما قلت لك بدرجات متنوعه، مش ولا الاوتيزم اللي كتير قوي ولا بدرجات متنوعه، بس في متفاوت. بين كل 68 ولد عم بيخلق في ولد عنده توحد، وهي نسبه كتير عاليه. يعني هيدي الاحصاء بلبنان؟ بلبنان 1 على 68. صح. وهي معايير علميه محض عالميه والدراسه نشرت بمجله علميه. يعني كانت ابروفد. هل النسبه بتخوف مخيفه او لا؟ مقبوله علميا؟ اكيد انه النسبه هي لاحقه الترند العالمي. يعني مثل ما النسبه بامريكا، حتى بامريكا يمكن صارت اكثر شوي. بس انه اللي عم بينعمل هو انه قد ما فينا تكون العلاجات، يعني الثيرابي تنعمل على وقت بكير تا ينحد منه. شيرين، نشاطاتكم بالجمعيه، شو عندكم نشاطات حاليه مستقبليه؟ شو تطلعاتكم للمستقبل؟ مدارس بركه، مش المدارس. نحن بندعم المدارس. أوي.
صرنا داعمين 16 مدرسة، كل مدرسة بندعمها بطريقة خاصة. يعني أول شيء المدرسة بدها تكون متأهلة إنها تستقبل أولاد with special needs. هون الدعم مشان الدمج، هذا كان بسألك هو إيه؟ أنتم علاقتكم مع المدارس تدعمون مشان تحققوا الدمج. دمج انتجريشن. وكل مدرسة مثلا إذا بتطلب منا شيء مختلف، مثلا في مدارس عم نساعدهم بنعطيهم ماتيريالز أو كمبيوترز أو حسب حاجتهم بنعطيهم إياها ليسهلوا تعليم لهدول الأطفال ويتعرف على طريقة جديدة. هل هو الطفل جاهز لأنه يندمج بمدرسة مع طلاب ما عندهم حالته؟ يعني ممكن هالشيء يضر وما يفيده كمان إذا كان مأخر عن غيره، هذا المقصد؟ لا يعني. عادة لما يكونوا مع غير أولاد عاديين بمدارس عادية بالعكس عم بيكون شيء أحسن لهم. نعم. يعني عم يستفيدوا أكثر. أكيد بدها تكون برامج مكيفة كمان، وهذا اللي عم ينعمل. يعني وقت بتكون بس هيدا كمان بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، هالسنة كان المسج أكثر هو للأكسبتنس، يعني لتقبل الاختلاف، تقبل الأولاد وكيف ممكن يدعمون. أنا عم بحكي لمصلحة اللي عنده الحالة مش للشخص الثاني طبعا. يعني كل واحد مفيد لهم. كل واحد حسب حالته، متى ما توفر بالمدرسة، وهذا الشيء اللي عم نجرب نحن نساعد فيه مثل ما قالت شيرين، يعني إن كان بالتريننج للستاف الموجود ولا بالتجهيزات الموجودة، شو في شيء ممكن يسهل له تعليمه مشان يقدر يوصل يكون مثله مثل الأولاد التانين. يعني بس اكيد وجوده بمحل نورمال انفايرمنت از هيلثي، انه صحي اكثر لإله. ونحن كمان بنعمل، بعد بدي ازيد نقطه، انه بنعمل ورك شوبس، تريننج ورك شوبس للاساتذه لنعلمهم على طرق جديده للتعليم، لتاهيل هالاستاذ ليستفيدوا الاولاد. مثلا نحن بعثنا فريق من اختصاصيين على هارفارد وشاركوا بوركشوب عن الدمج ورجعوا لهون وبيمرنوا الاساتذه بالمدارس. يعني هي الفكره ترين ذا ترينر، انه بيستفيدوا من هالبروجرام بهارفارد وبيجوا بيعلموا الاساتذه بالمدارس ليساعدوا الاولاد على طرق جديده. طيب شيرين رح نشوف فيديو نحن وياك، يا ريت بليز فيك تعلقي لنا تفسري لنا شو عم بيصير بهذا الفيديو. اوكي نحن طبعا عم نشوف الفيديو اللي قلناه. يعني نعم اللي هو بنقول اللي انتم قلتوه للمدارس، ولا انه تعاونكم مع المدارس، ولا انه عم تبعتوا اخصائيين لتدريب الاساتذه ب هلا الفيديو شوي هون بس تيثبت الشيء اللي كنا عم نحكي، انه كل ولد بينعطى فرصه ممكن انه يبرع بالشيء، بس مهم نعطيه هيدي الفرصه وما نحكم عليه على الليبل تبعوله او على هون بدك تشوف الولد يلي هن توم، يعني الولد يلي بالاخر بطريقه الغش فات على الجيم ربحهم الجيم للفريق تبعوله، بس بالاول كان الكوتش ما بده يخليه يفوت لانه عنده هيدا التوحد. طيب هون نحن عم ندرب، عم نوصل الفكره للطلاب وللاساتذه، عدم يعني الابني اذا بدك او ما بعرف باي طريقه انه يعتبروه مساواه بينه وبين غيره. لازم نوعيهم ولازم نعلمهم انه تو اكسبت، يعني ليتقبلوا الاخر ويتقبلوا هالاختلافات عم بتصير؟ عم بيتقبلوا؟ عم بتصير. ما بعرف مرق كم صوره ما علقنا عليهم صور بمدرسه الجمهور، يعني السنه الماضيه كمان بمناسبه هيدا اليوم العالمي للتوحد في تلميذه عملت هيدا لانه خيا عنده الوضع يعني بس المدرسه كانت كثير متجاوبه واوبن مايند ساعدتهم، لبسوا 200 تلميذ تي شيرت زرق بهيدا النهار وحط كل تلميذ على ظهر التي شيرت كان في ستيتمنت بوعي عن شو التوحد وكيف لازم نتقبلهم. الشيء المنيح هلا انه صار في توعيه اكثر وصار في كثير اولاد عم بيكون عندهم قبول، خصوصي بس ينحكى عنا اكثر بالمدارس، يعني وقتها تلميذه بتطلع بتعطي هي الشهاده تبعيتها وبتحكي شو هو التوحد وبتفرجي، ما بقى في شيء بخاف منه، يعني الولد الثاني ما بخاف منه وبالعكس بيتعلم يتعامل معه ويساعده. انا بدي احييكم ورائع الشغل اللي عم تعملوه، وبدي كلمه منك اخيره ريما وكلمه منك اخيره شيرين. إذا فيها تكون الكلمة الأخيرة عن جد تذكري العالم شو التوحد، لأنه يعني في عالم يمكن ما بتعرف. إيه. فعلاً.
التوحد هو شيء بيخلق مع الولد، بيخليه انه ما يتواصل بطريقه مضبوطه مع المجتمع او مع الاولاد، وممكن يكون كمان عنده غير اضطرابات ترافقه، يعني بيكون عنده اهتمامات كثير ضيقه باشياء معينه او حركات بسموها حركات تكرريه او ستيريوتيبي. بس المساج بدي وصله انه الاهل قد ما فيهم يجربوا يكتشفوا يتوجهوا محل ما لازم يتوجهوا عبكير تيقدروا يساعدوا اولادهم بأقصر وقت ممكن، لأنه ممكن كتير أنه يتحسنوا. قد ما فيهم يكونوا ما يضلون بدني، يعني يقدروا يساعدوا أولادهم، لأنه هاي الطريقة اللي بيساعدوا أولادهم فيها. الكشف المبكر هو وسيلة كتير مهمة لنعطي نتيجة أفضل. صح. شكرا ريما. شيرين، كلمة أخيرة. أنا بس بقول أنه نحن بأوبن مايندز، يعني I'm very proud لشو عملنا بآخر 4 سنين وقدي عم نقدر نساعد. نحن بنفتخر فيكم. وبعتقد لازم نحن بالمجتمع عنا كلنا نساعد بجمعيات، لأنه it's the يعني volunteering هي أول step لتحسين المجتمع ليصير صحي ومنتج أكتر عنا. وكل ما اشوف الاولاد كيف يتواصلوا معكم بتقولي لهم بتخبرهم؟ فيهم يجوا على ال يو بي على الاي يو اتش على السبيشال كيدز كلينيك. وهونيك نحن فينا نساعدهم، وفينا نتوجهوا على السوشيال اوفيس اذا بي نيد فاينانشال هيلب. شكرا لحضوركم، نورتوا شاشتنا، يعطيكم الف عافيه. اهلا. ثانك يو دكتور غسان، بنشوفك نهار الاثنين. شكرا لحضوركم، بريك وبنرجع. عودي معكم للمتابعة. ومن الشباب اللبناني المناضل دايما شباب الجامعات اللبناني ومن الجامعة الأمريكية ببيروت الـ AUB، طبعا دايما جمعياتهم ونشاطاتهم كتيرة، يعطيهم ألف عافية. برافو شابو با لهالجامعة اللي دايما بالفعل بتهتم بكل الأمور. اليوم رح نحكي عن AUB Debate Club اللي بنظم نادي الحوار بالجامعة الأمريكية ببيروت، سلسلة من النشاطات والحوارات تبدأ هالأسبوع مع معالي الوزير السابق مروان شربل. ضيوفي بالاستوديو ميسم عزام، منظمة نشاطات AUB Debate Club، وكريم عتوق، أهلا وسهلا فيك كمان. من قبل ما تكون نروح أنا وياكم عند الشيف، نرجع نجي لعندكم نشوف كيف نبلش الأكلات. يلا شيف حسين تفضل. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا. بعد ما حضرنا كبة الرز، اللي سلقنا الرز وحطينا معه من العقدة الصفرة، وحطينا كمان رشة ملح وفلفل أسود، خلطتهم مع بعض وصاروا عندي بهيدا الوعاء. هون نحن مشاهدينا فينا نضيف لهيدا الطبق من الطحين، فينا نحط كمان من المردكوش، فينا نحط بصل، فينا نحط نعنع يابس، وفينا نحط من 7 البهارات او دقه الكبه، ما عندي اي مشكله. شو رايكم خلينا نبلش نحضر بالحشوه لهذا الطبق؟ طيب، عندي قلايه على النار، رح احط بالقلايه زبده، ورح نضيف لحمه مفرومه خشنه، ورح نضيف كمان بصل، ورح نحط عقدي صفرة، ورح نحط كاري ورشة فلفل أسود مع رشة ملح. خلينا نبلش بالبصلات، نفرم البصل جوانح، فيكن تفرموه ناعم مثل ما أنتوا بتحبوا، ما عندي أي مشكلة. لكن كبة الرز، سلقنا الرز لحتى استوى، بردنا الرز، حطيناه بالخلاط الكهربائي أو المطحنة الكهربائية، نعمنا الرز كتير منيح مع عقدة صفرة، رشة ملح وفلفل أسود. طيب أنا هلأ عم بفرم البصل لنحضر الحشوة للكبة. أنا الكبة فيني أعملها أقراص وفيني أعملها صينية حسب ما أنتو بتحبوا، بس ولكن لضيق الوقت أنا رح أحضر صينية الكبة ورح فوتها على الفرن، رح أشويها شوي بالفرن. هلأ عندي البصلات جاهزين وناطر الزبدة لحتى تدوب. عندي بطنجرة على النار، في عندي مي مواد دهنية، وعندي الرزات، عم بسلق الرز. رح نقدم الرز مع الكفتة باللبن. كفتة باللبن، عندي اللحمة، رح نحط لها اللحمة بصلة، ورح نحط لها 7 بهارات ورشة قرفة صغيرة مع فلفل أسود وبقدونس. رح ندعك هاللحمة ونعملها بشكل بول ونقليها، ونحضر اللبن مع النشا والبيض ورشة ملح ونعنع وتوم. طيب هلا أنا ناطر الزبدة، بجيب البصل جوانح
منضيف البصل جوانح واللحمة نطرتنا لحتى نضيف اللحمة بعد ما ندبل البصلة. لكن الكبة صارت جاهزة عنا، كبة الرز الحشوة على النار، البصل واللحمة كمان حاضرة لحتى نضيفها بعد ما يدبل البصل، وعندي الكاري وعنا من الفلفل الأسود ورشة ملح، هول كلهم رح نحطهم بالحشوة. الحشوة كمان فيني حط معها من المردكوش، فيني حط معها من الحبق، حتى العجينة اللي حضرنيها أنا ما حطيت لها مردكوش وحبق ونعنع ودقة كبة بس، ولكن فيني حط معها مردكوش ونعنع وحبق ودقة كبة كمان وبصل، كمان بتعطي نكهة كتير طيبة. لحمة خشنة رح نضيفها فوق البصلات بعد ما تدبل البصلة. عندي الكاري بدي اعملها بالكاري، فيني حط رشة كمون وفيني كمان حط من الكزبرة الناعمة. عندي كمان للطبق الثاني مثل ما خبرتكم في عندي طبق سلاط جهز، عندي الحمص، كبيس الخيار، حمص مسلوق، لكن ما سلق حمص، في يسلق حمص هلا او في يجيب حمص على ابو يحضرها لاخر فقره لحتى نحضر طبق السلطة انا وياكم وجوزيف. وهلا بالعوده لإلك. انا شايف اليوم تعبان، صوتي رايح وكذا، انا بحكي على حسابك، ما بحضر انا اليوم، انا بشوف النتيجه وبحط العلامات. يلا اطرينك. ثانك يو لك شيف. طبعا عندنا ضيوف مثل ما ذكرت من الايوبيه، ميسم عزام منظمه نشاطات ايوبي ديبيت كلاب، وكمان من المنظمين كريم معتوق، اهلا وسهلا فيكم. من الشباب اللبناني الناشط، من شباب الجامعه اللبنانيه الامريكيه ايوبي بلبنان، طبعا الناشطين دائما يعطيكم الف عافيه. نبلش معك، تعرفنا عن الجمعيه. اول شيء في عندنا نادي، مش جمعيه، هو نادي الحوار بالجامعه الامريكيه اللي هو ايوبي ديبيت كلاب، اللي دائما بيستقبل الشباب لانه ياخذوا ويعطوا مع بعض، هي اهم شيء التواصل الصحيح. فانت خبرنا احسن وبشكل افضل عن هالنادي، شو بيشتغل، شو نشاطه. نادي الحوار نادي او الديبيت كلاب هو نادي اعاده افتتاحه هيدا الفصل بالجامعه الامريكيه. الفكره بلشت انه من ابعد الانتخابات اللي بتصير بالجامعه. نعم. كلنا بنعرف الانتخابات كيف بتكون، اللي هي ممثله باحزاب سياسيه عندنا بالجامعه. فهي الانتخابات عم تعكس دائما وجهه نظر هيدي الاحزاب بقلب الجامعه عندنا. نعم. بس هذه وجهة النظر عم بتكون مصدرة على الجامعة بالفورم اللي هو الفورم تبع السياسة اللبنانية، اللي هو الفورم اللي فيه شبه انعدام لثقافة الحوار. نعم. فنحن كنادي عم نجرب لا عم تقوص علينا، صرت انا فنحن كنادي للحوار عم نجرب نرجع نخلق ثقافة للحوار من النادي من عندنا لنصدرها على 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 من الجامعة على لبنان كله، لنفرجي كيف ممكن يكون، كيف الحوار بأبهى حلل يكون، يعني الحوار القائم على حجج بناءة، على مناقشات، على تقبل لوجهات النظر الأخرى. بهذا الفصل رح نقوم بنشاطات متعددة. نشاطاتنا بتبلش من نشاطات سياسية وما بتنتهي بنشاطات اجتماعية، نشاطات بيئية بتتضمن كل كل المجالات. يعني شعاركم نحن لبنانيون وما في طرف سياسي معين، يعني بنحكي سياسي ولكن مش لبنانيون، الكل عندنا بالنادي مستقبل. لا لا طبعا، بس انه بالوطنيه اللي هي الموحده، مش لازم طبعًا نحكي لا بفئات ولا انه تابعين لحدا الى اخره، لازم يكون راي واحد. ونشاطاتكم كثيره، رح نعرف مع ميسم شو النشاطات كمان لنادي الحوار بالجامعه الامريكيه ببيروت. هلا نحن نشاطاتنا كثير متعدده، عندنا كذا فئه بالكلب وكذا تيم، كل تيم مسؤول عن شيء. اول تيم اللي هو كريم مسلم وكريم زميلي هو الكومبيتيشنز، بنعمل منافسات بفرق داخل اي يو بي، وهلا عم نتجه لتصير اشياء كثير ناشونال ريجنال وانترناشونال، يكون عندنا فرق باي يو بي مجهزه لانها هي تناقش وتحاور بناء على 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 الارجيومنت الصحيحين. هيدي الكومبيتيشنز والبوينت الاكبر، الاراء الصحيحه يعني. نعم. ايه البوينت الاكبر بديبيت كلوب هو الببليك ديبيت، هي المناظرات العامه اللي بتنعمل اللي بتكون مفتوحه للطلاب للفاكولتي الاساتذه والموظفين. نعم. وعم بيجتمعوا مع بعضهم كلهم بديبيت واحد. هلا ديبيندز على الـ على البروجكت اللي نحن ماشيين فيه او على التوبيك.
الديبيت الكبير اللي حينعمل الاسبوع الجاي حينعمل الخميس ابريل 6 هلا انا ام ادفرتايزنج فور ذا اي مش غلط حينعمل بابريل 6 هو ديبيت مفتوح لعامه المجتمع اللبناني تحت عنوان القانون الانتخابي طلاب يحاورون الوزير نحن الجست اللي عندنا حيكون هو الوزير مروان شربيل مثل ما بنعرف الوزير مروان هو اللي هو الوزير الداخليه الاسبق واللي اقترح مسوده القانون النسبي بال 2013 بالبرلمان فالوزير اللي نحن كثير بنشكر جهوده جاي لعنا كرمال يحاور سبع ممثلين عن النوادي السياسيه او النوادي اللي عندها خلفيات وانتماءات سياسيه بالجامعه ليحاورهم عن بالقانون النسبي ويكون في بيناتهم مناظره بناءه من معه للقانون من ضده شو هن القوانين اللي بيقترحوها وبعض النقاط اللي بدنا نناقشها بالقانون. اسم الله عليك شو منطلقه. منيح وصلتي مبحوح طلعتيني على قد انت وكان. نعم بالاضافه للكومبيتيشنز اللي احنا عملناها حيكون في ورشات تدريب للطلاب، يعني الطلاب اللي حيشاركوا ما حيطلعوا انه مثلا دغري يشاركوا بس يناقشوا لهدف النقاش، حيناقشوا بناء على بروتوكولات عالميه نحن حنتبناها بهيدي بالكلاب عندنا لحتى يكون في فورم معين للديبيت، يعني ما حيطلع يناقش بطريقه شو اسمه شو بيقولوا لا قول بطريقه عشوائيه اكثر اكثر حيتعلموا بروتوكولات المناظره ونحن هلا عم نجرب نتعاون مع كذا منظمه انترناشونال بس كرمال انه نجيب اكسبرتس يعلموا الطلاب كيف طرق المناظره الصحيحه طب الكل مدعو للمشاركه اكيد هلا نحن الورك شوبس اول شيء مفتوحه للطلاب وبعدين نحن مثل ما قال كريم قبل شوي انه نحن هدفنا انه نطلع من ايو بي لبرا للمجتمع اللبناني فمجرد ما نحن صار في عندنا هيدي الاساس اساس المناظره الصحيحه بايو بي اكيد رح ينفتح المجال لكل العالم انه هن ينخرطوا بهيدا المجتمع بما قلنا كمان الكومبيتيشنز رح تبلش اول شيء لوكال ات ايو بي بعد اللي هي بيشاركوا فيها بس طلاب الايو بي بعدين حننتقل لريجنال كومبيتيشن وناشونال كومبيتيشن في كومبيتيشن اللي هي يونج ارب فويسز حنشارك فيها السنه الجاي واللي بعدها حننتقل لريجنال كومبيتيشن بس برافو هلا في حال تخرجتوا من الجامعه نشاط مكفى ايه اكيد يعني ما بيقتصر النشاط انه بعدنا تلاميذ نحن عملنا هذا الشيء وبلشنا فيه واعيين انه حنكمل فيه لبعدين لانه هيدا الشيء اول شيء كثير بيفيدنا ك انجيجمنت بالمجتمع كانجيجمنت بالمجتمع لتنخرطوا بالمجتمع ونحن اول يعني نحن الكابينت تاعت الكلوب الاداره تاعت الكلوب اول ما اجتمعنا كرمال ناسس وكرمال نعيد افتتاحه هو كان مفتوح قبل الكلوب من زمان كرمال نرجع نعيد افتتاحه اول بوينت نحن اتفقنا عليها انه نحن ما عم ناسس لشيء يدوم فتره كثير قصيره او عبال ما نحن نتخرج يوقف نحن عم ناسس لشيء اللي بعدنا يستلموه ويكملوا فيه ومثل ما قلت لك يطلع من بس مجرد هو مجتمع الاي بي يطلع بس من هيدا ويصير ينشر عن جد ثقافه بالمجتمع اللبناني ككل والله برافو عليكم انت اللي عمرك 19 سنه مبين عليك اخذ العين عنك ايه وكريم كمان يعني اثنيناتكم بعدكم طلاب وبرافو على هالنشاط عم تحكوا برافو بهالطلاقه اللي بتحكوا فيها واللي عم تقدموه للطلاب واللي عم تطلعوا كمان لخارج الجامعه الامريكيه نحن بحاجه انه كمان فيكم تبادل خبرات بين كل الشباب اللبناني مش بس انه يكون في مثل ما عم تقول راي واحد يكون الراي موحد ونحكي كوطنيه حتى بالكومبيتيشنز اللي بنعملها مثلا غير الببليك ايفنتس اللي هن بيشاركوا فيهم سبيكرز معروف ارائهم مسبقا بالكومبيتيشنز اللي بنعملها بنحاول مثلا الطلاب اللي عم بيشاركوا نحن بنحطهم هن اي راي حيمثلوا يعني مثلا قضيه معينه لنقول كوتا نسائيه بنحطهم نحن بنحطهم اذا مع او ضد وهو بيجرب يناقش من هذا المنطلق اذا هو بيناقش بيشوف ساعتها وجهتين النظر لما يناقش من الطرفين يعني ما هو بنقي بوقت الديبيت بيعرف انه هو حيشارك باي طرف فبيكون عم بيتبنى وجهه نظر مش وجهه نظر وبس ليحط محله بحط حاله بمحل الشخص الثاني انا بدي اقول لكم برافو كريم وبرافو كمان لك كثير ميسم بس خلينا نذكر اخر شيء بالنشاط اللي رح يصير مع معالي وزير الاسبق النشاط هو حيكون عنوانه القانون الانتخابي الطلاب يحاورون الوزير حيكون هيدا الخميس الساعه 5 بعصام فارس لكتشر هول بوجه مستشفى الجامعه الامريكيه حيستضيف الوزير مروان شربيل بالاضافه حيكون عم بيحاور سبع ممثلين
عن نوادي اللي لها خلفيات سياسيه بالجامعه، وانا بدي نوه لشيء انه بتاريخ الجامعه هيدي اول مره سبع ممثلين بيقعدوا بمحل واحد وكلهم بيكونوا عم بيستمعوا على بعض بال اول مره بتصير نجتمع مع الطلاب. هلا هن بالعاده المناظرات اللي بتصير وقت الانتخابات بيكون يعني بيكون ممثلين عن اللوائح، بس ما بيكون في ممثلين عن كل عن كل الاطراف. ف نحن يعني ما فيني اجي اقول لك انه نحن والله بدنا نشيل هيدا الانحيازيه الموجوده عند العالم، بس اتليست نحن لما انت تكون منحاز لجهه معينه نحن هدفنا انه نخليك تعرف كيف بدك تقنع العالم بحجه بناءه، مش انه انا جاي والله حطوك بالمطرح المناسب. ما حطوك بالمطرح المناسب 100%. روحي كريم. بالاخير بندعي الكل على هذا الايفنت، عن جد ايفنت كثير مهم يجي يحضروه، بنقول لهم يجوا يتابعوا صفحتنا على الفيسبوك ديبيت كلوب اي بي لحتى يعرفوا اخر الاخبار وكل النشاطات اللي بيعملها، والكل مدعو لحتى يشارك بهيدي النشاطات. كريم انت عم تدرس كمبيوتر ساينس؟ بايسن عم تدرس ميديا. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. برافو، نحن بنفتخر فيكم كشباب لبناني هالقد واعيين وهذا عم تفكروا بايجابيه، انا اهم شيء بدعي دائما للايجابيه، وانتم اصلا وشكم وحضوركم كان معنا ايجابي اليوم. نتشكر فيوتشر تي في وبرنامجكم على استضافه. ثانك يو كريم، ثانك يو، ثانك يو ميسان. بريك ونرجع، خليكم معنا. بعود معكم لمتابعة عالم صباح لليوم تاني. أنا اكتشفت كمان شغلة، سألتكم سؤال على صفحة الفيسبوك، شو اللي ما بينشرها بالمصاري؟ كمان اكتشفت أنه الصوت ما بينشرها بالمصاري لأنه ما عم يقدر يطلع صوتي. حاولت بجميع الطرق بس إن شاء الله برجع لكم بعد يومين مش حال. ثانك يو لكل يلي تمنى لي السلامة، بتشكر دعواتكم لي. سوسو الحاج صباحك خير، سلامتك جوزيف. ثانك يو. ما بتشتريها بالمصاري الصدق والوفاء والاحترام والكرم طبعا. ساره جود صباحك سكه. جوزيف للاسف في وقتنا هلا كل شيء صار ينشرب بالمصاري. لا اذا بتفكري مزبوط في كثير قصص. لا يا ساره. كاترينا عيسى صباح وسلامتك جوزيف. ثانك يو. في اشياء كثيره من اهمها الصحه وراحه البال والمحبه اللي بتكون دائما بين الناس. ميدا سوقي يسعد صباحك. الكرامه والضمير ما بينشروا بمال الدنيا، فريال راحة البال وصفى القلب والدهن والحب. صباح الورد. نور سكرية بونجور جوزيف. المصاري ما بتشتري الحب والصداقة. سوزي سليمان أيوب. المصاري ما بتشتري السعادة والمحبة والصحة. سمية تتاري. الكرامة، الحب، الثقة، المعاملة، الكرامة والمحبة. زهير زيات. زيات الصحة والسعادة. كرم كرام الصحة والحب. نجدة أدريس. كتار جوابوني، كان في كتير من العالم توصلوا وتحمسوا على هالسؤال. هيدا مزبوط، مش كل شيء المصاري بالحياة، مش كل شيء تنشرب المصاري. ما رح أقدر أقرأ كل الكومنتس، بتشكر تواصلكم معي عبر كل السوشيال ميديا. أما هلأ خلينا نحكي مع تانيا ضيوفنا بالاستوديو، وموضوعنا التربيه وتواصل من اجل السلام. ماريتا فريم رئيسه جمعيه باراديد انفان، وتالا خياط مؤسسه ورئيسه خلاط سوري مؤسسه ورئيسه جمعيه من الى. خلينا نحكي. صباحكم بالخير، اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. صباح الخير جوزيف، اذا مش طالع صوتك وهيك. لا بس هلا انا متكل عليك. لا ان شاء الله على سلامه بسرعه. والموسم ثقيل مثل ما قلت جوزيف، معنا اليوم ضيفتين عم بيعملوا شغل جبار على الارض، شغل يلي انا بحبه، شغل هو على صعيد المأسسه للفكر يلي دائما نحكي فيه بخلينا نحكي، يلي هو التربيه على السلام في المدارس، في المدارس بلبنان. السنه كان طليعه المشروع يلي ابتديتوا فيه. رح ابدا معك مدام ماريتا فريم، بتحطينا شوي بالاجواء، نخبر المشاهدين سريعا عن شو بيغطي، يعني شو يعني التربيه على السلام يلي عم بتجربوا تدخلوها على المدارس. مثل ما تفضل وهلا قدم، الاحترام ما بينشرى كمان. صح. بقى نحن كنا عم نعاني بكثير احترام، قله احترام وقله احترام للاخر، للدين الاخر، للشخص الاخر، للمواطن الاخر، يعني نحن مفروض نتعايش مع بعضنا. وهيدي عند الاطفال مش الحق عليهم، لان احنا الكبار ما فتحنا لهم هالمجال وعودناهم وخبرناهم منو الاخر. هذا البرنامج هو نحن كليد بارتنر فيه بالبارادي دونفون، مؤسسه عندها 2000 تلميذ بمدارسها الابتدائيه وما قبل الابتدائيه شبه مجانيه. حبينا انه ندخل على هالموضوع تنحل النزاعات بين الاهل والتلاميذ، بين التلاميذ والتلاميذ، وبين المجتمع يلي نحن عايشين فيه والمجتمع الاخر يلي ما بيعرفوا هالتلميذ.
كان معنا شركة مؤسسة من إلى يلي هي بتشتغل على التربية المدنية، مؤسسة سويا يلي عندها برنامج أساسي بتشتغل عليه وجبته على لبنان اسمه لجودي تروا فيجور يلي هو لحل النزاع، يلي هو لحل النزاعات، يلي هو لحل النزاعات. وبلشنا نشتغل على التلاميذ الأهل والأساتذة، لأن بلا هالمثلث صحيح ما في نجاح، إيد واحدة ما بتزقف. أكيد. عملنا شراكة مع 5 مدارس من مناطق متعددة من لبنان، منها مدارس المبرات إمام الصدر بسور، مدارس صيدا، مدارس الكاثوليكية السيوفي بالأشرفية، مدرسة دروز بعليل الرسمية السنوية، ومدرسة البارادي دانفون بكسروان جونية. يعني من كل الخلفيات، من كل الألوان، من كل الطوائف، من كل الألوان، من عدة معتقدات، تعلمنا هالتلاميذ يحترموا بعضهم، يتقبلوا الآخر بقيمه مش بمنظره. حلو. أو بانتمائه. حلو حلو. هيدا السنة ابتديتوا فيه، بدي اسألك لإلك تالا، كجمعية من إلى عم تشتغلوا على التربية المدنية، ونحن كان لنا لقاءات تدريبية كمان مع من إلى بخصوص التربية المدنية وخاصة الخدمة الاجتماعية، يمكن نحن ركزنا عليها بهالإطار بهالمشروع. قديش مهم التركيز على التربية المدنية، على المجتمع يعني المدني؟ أكيد. هلا نحن هيدا المشروع مثل ما قالت ماريتا هو تربية على السلام، وبقلبه في نقطتين أساسيتين اللي هي حل النزاعات والتربية المدنية. صحيح. لأنه مهم أنه تشتغلي على الميلتين، يعني مجبورة أنه إذا بدك تشتغلي على حل النزاعات قرب الأشخاص من بعضهم، بس بالقليل بدك تعطيهم باز، بدك تعطيهم شيء معين يحكوا أسس، إذا بدك أدوات. هيدا الأدوات كتير مهمة. التربية المدنية موضوع كتير أساسي بلبنان، صعب كتير ينشغل عليه، منه هين، لأنه المدارس مثل ما بتعرفي موجودة بمناطق، المناطق شوية تشتغل لحالة، يعني أنت ما رح تتعرف على عالم بمدرستك من غير إذا بدك ديانة، من غير ثقافة. صحيح. رح تكونوا كلكم تشبهوا بعضكم. صحيح. بهالمدرسة، والمدرسة ما عندها كل هالوقت تتطلع وتقول أنا بدي أروح على صيدا أو بروح على سور، عندها مشروع، عندها بروجرام بدها تخلصه. سو نحن اللي عم نجرب نعمله هو نطلع هالتلاميذ من هالمدرسة، نطلعهم نقول انه في غير مدارس، في غير تلاميذ. يعني بتعملوا تطبيق تربية المدنية من خلال التشبيك يمكن بين المدارس المشاركة. مزبوط مزبوط. اكيد من وراء التدريبات اللي بنعملهم للاساتذة والتلاميذ والاهل، بس اهم شيء انه يلتقوا، لانه الاكسبيرينس اللي بتعيشيها وانت اكيد بتعرفي هيدا الشيء ما راح تنسيها. مزبوط. التريننج ممكن تنسى شغلة ما تقدر تحفظ كل اللقاء بيبقى. بس ذكرت ماريتا من شوي بالأول، عفوا، أنه يعني نحن ربينا أولادنا، شو ما نربيهم أنه بيطلعوا هيك نعمل كمبيوتر فاضي ونعبي فيه، كنا عبوه الصبح مثل ما منعبي فيه بيطلع. بس أنه نحن عملنا هيدي التوعية للأولاد وللأساتذة، ما بعرف قدي الأهل لو كانوا موجودين معنا مثل ما عم بتقولي قدي رح يستوعبوا الفكرة ينفذوها ببيتهم، يعني هون بيبقى هو النتيجة. بس هو يمكن هيدي أهمية البرنامج، أنه أكثر من لقاء وندوات هو تدريب للأهل. هيدا أهم نقطة نحن منشدد عليها، إنه هالتطبيق يلي على التدريب اللي عم نعمله بالبيت يتطبق بالمدرسة، يتطبق بالبيت. لأن مثل ما قلت هالثلاثي ما بيقدر تشيل كرسي، شلها إجر خلص راحت. نحن 4 ولازم نضلنا كلنا سوا عم نشتغل مع بعضنا كرمال تينجح هالولد. الأهل لهم دور أساسي بهالموضوع، بدهم هن يفهموا الفكرة تيفهموا على أولادهم شو عم بيحكوا. صحيح. وهذا نحن بالبارادي دانفان عطول بنشتغله، بأي برنامج بنشتغله في تواصل مع الأهل وفي تدريب للأهل من وراها، الولد يسمع هالصوت هون ويسمعه نفسه هون وهالرأي هون ونفسه هون، يكون ماشي على سكة واضحة بالبيت وبالمدرسة. على سكة واضحة. ونحن بنعرف هلا مع هالصعوبات اللي عم نعيشها بالمجتمع، الاهل عم بيعيشوا تصادم بين بعضهم بقلب العائله كمان، في تصادم، بس نعلم الولد ونعلم الاهل على حل النزاعات غير قبل ما نطلع على المجتمع، كيف بده يحل النزاعات بينه وبين اهله، بينه وبين صاحبه، والاهل بين بعضهم، بنكون نحن سهلنا جو متلائم، جو سلام،
افضل بيسمح لنجاح الولد. مزبوط. السنه المشروع طال كم طالب؟ يعني عم نحكي مع صفوف، اي صفوف اشتغلتوا معها؟ نحن اشتغلنا مع الاب تروا يلي هو الثالث ابتدائي، وفي قسم من الرابع ابتدائي. عم نشتغل تقريبا ما فوق ال 500 تلميذ عم بيشتغلوا مع بعضهم وعم بيلتقوا مع بعضهم ب 500 تلميذ، يعني دايركت بنفيشريز، يعني دايركت بنفيشريز دايركت عم نحكي من عدا. مزبوط. والاساتذه يعني مزبوط مزبوط عم بتطالبوا فوق ال 1500 يمكن. نحن عم نطالب بال1000 شخص. صحيح. وهيدا اكيد مشروع بنتمنى السنه الجايه كمان أكبر يتوسع اكثر ويطال اكثر. بس ليش هذا الاختيار لهذا الصف بالتحديد؟ هل هو بيكون مرحله انتقاليه للطالب؟ وقت اشتغلنا مع سويا الجمعيه اللي هي بتشتغل على حل النزاعات مع متخصصين فرنسويين، مسيو تيسورون ومسيو مدام كليمان يلي هن معترف فيه بالوزارة التربية الفرنسوية، بيقولوا انه بهالعمر ببلش الولد يفتش على الانا تبعه. على انا بدي، انا عندي رايي، عندي حريتي، عندي نظرتي للموضوع. هون بتبلش تعلمه كيف يبدي هالراي بطريقه سقفيه، بطريقه بناءه من دون ما تكون نعم نعم. تعالى السنة بلشت المأسسة هالمشروع يعني. بس مثل ما بنعرف كل المشاريع بدها استمرارية وبدها تمويل وبدها يعني بدها لتكمل. هيدا مشروع كتير ضخم يعني، هيدا مشروع في طال كل البلد. هل عم تتعاونوا مع وزارة التربية؟ هل عم في لحتى يستمر للسنوات القادمة؟ أول شيء ما بعرف إذا قلنا، بس المشروع مول من السفارة الأمريكية مابي بالتحديد، وهن مولوا المشروع لسنه واحده. نحن اكيد عم نجرب انه نكفي معهم نقدر ناخذ تمويل لسنه ثانيه وثالثه ورابعه. بس بغض النظر عن التمويل، نحن عم نجرب يعني كمدرسه باراديد انفان عم بجربوا يخلوها بالمدرسه كبروجرام دايم مستمر سنه الجاي واللي بعدها، ونبركي نفوت شراكات ثانيه، جمعيات ثانيه عبالها تشتغل معنا. هو كمان بيكفي انه نجاح التجربه يعني لحتى تحفز ان كان متمولين وان كان فاندرز وان كان اي ناس تكمل معكم على الطريق. قبل ما نكمل رح نحضر نحن وياكم مشاهدين كليب صغير، نشوف هاللقاءات يلي صارت، هالبلاتفورمات يلي عملتوها، ونشوفوا سوا ونكمل. Thank you. On veut des enfants épanouis. On veut des élèves éduqués, vraiment éduqués à la vie, éduqués à la paix, parce qu'on va vivre ensemble. بدي اتعرف على كثير من زملائي من كافة المناطق اللبنانية. حسيت حالي جزء من هيدا الوطن. المساج اكيد بيوصل اسرع من خلال لعبه، وقت الولد يلعب عم بيشوف القصص، يمكن تتحول الفيولانس اللي هو عم يلعبها انسان لشيء بسيط، دون بيصير يتصرف بطريقه سلميه اكثر ما يتصرف بطريقه عنف. Like basically when I look at kids, I see this really important thing that is they want to know each other and want to get to know the real intimate stuff and make friends. And it's really hard because sometimes you see that friendship comes with conflict and changing ideas. So it's a very important subject, this conflict resolution. أنا شخصياً بشوف الأولاد هالقد محفزين بكبر قلبي، بنبسط، بحب أقول في هيدا الأمل يعني، هيدا الأمل خاصة لما بنعطيهم الأدوات. بدنا نحكي سريعاً عن البلاتفورمز اللي عملتوها، شو شملت؟ البلاتفورمز كانت عبارة عن جمع تلاميذ قسمناهم على مرحلتين لإنسان الله كتار ما بيسعوا فرد محل. مثلاً قسم من بارادي دانفان راح على سور، والسيوفي مدرسة السيوفي سانكر سيوفي راحوا على سور كمان، التقوا التلاميذ مع بعضهم، لعبوا مع بعضهم، عملوا تبادل كمان آراء مع بعضهم، غنوا مع بعضهم، لا تعرفوا على بعضهم. في غير بلاتفورم اجوا أهل صيدا مع علي
على جوني على ثاني مدرسه بارادي دونفون كمان عملوا نفس الشيء الاساتذه الاهل كانوا موجودين معهم صار في اخذ وعطى كثير حلو وتبادل اراء تبادل نظرات للاشياء كثير 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 كانت حلوه. هلا بدنا نجمع كل هالتلاميذ اللي حكينا عنهم هن فوق ال 500 تلميذ بدنا نجمعهم كلهم بمدرسه اليسوعيه بالسيوفي يلتقوا مع بعضهم يغنوا مع بعض مهرجان يغنوا مع بعضهم عن السلام يغنوا عن هن أهمية التلميذ شو له دور كمواطن بعدين بالمستقبل كثير مهم كثير مهم. هلا قريبا رح ينعمل هيدا اللقاء بأيار إن الله بأيار إن الله تالا سؤال كمان قبل ما يدهمنا الوقت الخطوة الثانية من بعد هالتجربة الناجحة إذا فينا نقول إنه تجربة ناجحة وين بدها تصير؟ هلا نحن بعد عنا تدريب على التربية المدنية بعد جمعتين إذا ماني غلطانة وبعدين بعد في تريننج واحد للأساتذة على الكونفليكت ريزولوشن على حل النزاعات من بعد البلاتفورم اللي حكيت عنه ماريتا وبعدين في الكلوزنج سيريموني اللي هو الاحتفال الختامي لهيدا المشروع رح يصير بجون بجوان هلا من بعد هيدي المرحلة نحن مثل ما قلنا عم ننبش تنكفي المشروع صحيح. ما رح نوقف المشروع صحيح. أكيد صحيح. إذا كان في تمويل ولا ما كان في تمويل حلو. عم نجرب إن هيدا اللي بيهمه أكيد يشارك معنا يكون بركة بنكسب تبع المشروع بيهمه أكيد نحن عنا صفحة فيسبوك اللي هي Educating for Peace Educating for Peace على فيسبوك على فيسبوك يعملوا لايك ويشوفوا يتابعوا الأخبار ويشوفوا شو بيقدروا يعملوا هلا نحن بناخذ كمان volunteers اللي بيحب يشارك بهدول الايام اللي نحن بنعمل فيها تريننج في كثير جان بيجوا بيشاركوا معنا اذا بحبوا يتواصلوا معنا على الفيسبوك اكيد بيكون شيء كثير شيء كثير حلو رائع انا بدي اشكركم اثنيناتكم Educating for Peace لبنان في كلمه اخيره نحن اكيد هذا المشروع اذا بالفعل بدنا نطلع على المدى الطويل وعلى نحضر تلاميذ يصيروا مواطن ينهضوا لنا لبنان من يلي نحن عايشين فيه نتمنى انه وزاره التربيه تتبنى هيك مشروع صحيح. وهي يلي بتقدر تعمه على كل اراضي أكيد لبنان اكيد من ضمن صوتنا لصوتكم لانه اكيد وزاره التربيه ساعتها بيكون في الزام وبصير في خط معين ماشي فيه البلد وقد ايه نحن مش بس بلبنان عايزين هيدا الشيء عايزينه بكل العالم وبالعالم العربي مدام ماريتا فريم بدي اقول لك يعطيكم الف عافيه والله يقويكم تعالى كمان تعالى خلط بدي اقول لك يعطيكم الف عافيه ونحن حدكم لنتابع اخبار ونشوف المهرجان كيف راح يكون واكيد التربيه على السلام قد ايه نحن كلنا بحاجه لها وبتبدا من المدارس ولازم تكون دائما بالمدارس على امل الكل يلحقكم ثانك يو على حضوركم شكرا ميرسي جوزيف ميرسي لك ريحتيني منيح ريحتيني وكمان ضيوفنا اسم الله عليهم بيحكوا حلو انا بدي اقول انه بنتشبه بالغرب دائما في استثناءات بتصير بالغرب على قصه عدم تقبل الاخر ولكن بالاجمال في تقبل الاخر يا ريت نقدر نحققها بلبنان وننفذها بلبنان ونطلع انه اذا تقبلنا الاخر نوصل لسلام يا رب عربي على القليل نحن بين بعضنا حتى نقدر نكمل حياتنا واهم شيء نزرع باولادنا بمرحله معينه اللي لازم نزرعه لنحصد بعدين السلام اللي نحن عم نطمح له وبتمنى من وزاره التربيه كمان بالنسبه للتربيه المدنيه هيدي الماده تكون موجوده بكل الصفوف حسب الفئات العمريه وحسب المستوى المطلوب وندخل فيه التواصل الى اجل السلام التواصل السليم لاجل سلام شامل شكرا لحضوركم معنا لبريكم نرجع خليكم معنا عودي معكم للمتابعة خلينا نشوف بصلاة السينما اللبنانية شو في عنا من أفلام وبدي أذكركم كمان مرة ما تنسوا فيلم اللبناني اللي بحمس كل العالم تروح تشوفه اللي أنا شاركت فيه كممثل كمان كضيف شرف بهذا الفيلم زفافيان للكاتب شكري أنيس فخوري للمخرج كارولين ميلان ومجموعة من الشباب بينهم كمان كارلا بطرس الممثلة النجمة كارلا بطرس اللي هني شاركوا بهالإنتاج هالعمل الرائع الراقي قصة بين اللبنانيين والأرمن اللبنانيين وقصة كتير حلوة محبوكة بطريقة درامية لايت كوميدي بنصحكم يكون تشوفوه أما هلأ رح روح عند غيدا شوف شو في عنا أفلام بالصلاة نقدر نشوفها None of us really know each other We're all screw-ups ضمن أفلام هالأسبوع فيلم الساينس فيكشن Power Rangers عن مجموعة من الطلاب الثانويين اللي بيتمتعوا بقوى خارقة مع ناومي سكوت، إليزابيث بانكس، براين كرانستون، وبيل هيدر.
You were born for this. وفيلم الأكشن أوتوبان أو كولايد عن شخص بيبدأ عمله كسائق عن مهربي المخدرات ولكنه بيبدأ رحلة الهروب منهم مع أنتوني هوبكنز، بن كينغزلي ونيكولاس هولت. Is it dangerous? Of course it's dangerous. When people tried to steal from me, what I did was kind of like romantic. I mean, it's kind of romantic. There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet. وفيلم الساينس فيكشن لايف عن طاقم فضائي عالمي بيكتشف حياة على كوكب المريخ مع جيك جيلنهال وريبيكا فيرغسون وراين رينولدز. Greatest adventure on which man has ever embarked. والفيلم الإيراني اللي حاز على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي للمخرج أصغر فرهدي The Salesman عن أستاذ وزوجته عم بيشاركوا بعمل عن الرواية الشهيرة Death of a Salesman. بتتعرض زوجته لاعتداء ببيتهم وبيصير يبحث عن المعتدي مع شهاب حسيني وترانح علي دوستي. My dear Belle, you're so ahead of your time. والفيلم الموسيقي Beauty and the Beast عن اقتباس للقصة الرائعة اللي بتحمل نفس الاسم عن أمير بيتحول لوحش وبيوقع بغرام صبية شابة مع أما واتسون، دان ستيفنز وكيفن كلاين. What did you do to it? Nothing. Get out of here. Go! مرة الجميع بيفوتوا على بيتنا خطبة هاي رح يعجبها. والفيلم اللبناني محبس عن صبية وشاب بيوقعوا بالغرام إنما مشاكل اجتماعية عديدة بتحول دون زواجهم مع جوليا قصار، بسام كوسا، سعيد سرحان، علي الخليل وسيرينا شامي وبتي توتل. والإخراج لصوفي بطرس والموسيقى الجميلة لزياد بطرس. بابا سامي الخاتم ما عم داعي. إذن سؤالي شو اللي ما بينشرق بالمصاري؟ كتار كون جوابوني. إيمان سقلا صباح وفل وياسمين، الصحة ما بتشتري المصاري والسعادة، هنقول عالو الثقة والسلام أهم شيء ما بينشرق والسعادة والصحة طبعا. أمنا علي كتير حلو شو جوابتي، صباح الخير جوزيف، هذه بتأثر فيه لألي الصحة والأب إذا رحل الله يرحمه، طبعا الله يرحم بيك يا أمنا أو يخلي لك إذا كان موجود يرحمه عايش او 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 راحل طبعا. فاس ويدان السعاده والحب انه نور السعاده وراحه البال ورضا ربنا. نانو موسى صباحه راحه البال والسلام والاطمئنان والصحه والاخلاق والادب ما بيشتروها المال. امل ابراهيم الصحه وراحه البال، يعني نفس الاجوبه تقريبا. بتشكر يلي عم بيشارك رنا خياطه، عبير الحاضري، أم طارق غيس، يسعد صباحك يا رب عزة النفس والكرامة والحرية، منال شهاب الوظائف لأنه بتبرطل كل شيء بيمشي صح؟ ممكن ايه وموجودة بكل العالم يعني. حمزة زين السعادي، لينا الحياة الحظ الاحترام وإشياء ربنا بيوهبها ما بيشيها بالمصوردة الصباح الصحة والسعادة. طبعا مجموعة كبيرة من الكومنتس، شباب مرتاحين. بكمل شاف شاف عندك وقت ولا شو بنعمل؟ شو انا عم بمهد لك لتحضر، صرت جاهز لنقول لعندك يلا جاهزين نحن لحتى ننطلق. انا ما رح اخذ بقى من وقت الشيف اكثر، ولا الشبيبه صاروا جاهزين بالمطبخ وانا بنضم له بعد شوي. ورشه ملح باخر فقرتين اليوم بعالم الصباح. صباح الخير وتحيه طيبه لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم عبر شاشه تلفزيون المستقبل. اليوم ثلاث وصفات بلشنا فيهم من بدايه حلقتنا. عندنا كبه الرز، كبه الرز بعد ما سلقنا الرز وطحنا الرز وصار جاهز قدامنا فوتناه على الفرن على درجه حراره 180. في عندي سلطه الحمص، طبعا سلطه حمص كثير شهيه مع كبيس الخيار وبدخل معها تونه وسردين. في عندي كمان طبق اللي هو كفته او كباب باللبن، كفته باللبن.
كيف نحضر لبن أمه أو كيف نحضر اللبن تعول الشيش برك أو الكبة وشيش برك، هي ذات الطريقة. عندي طنجرة، رح حط بالطنجرة لبن، ضفنا لبن للطنجرة، رح حط كمان بيض ورح حط نشا. أنا عم بحط البيض على البارد والنشا على البارد، ما فيني حط البيض على السخن. إذا حطيت البيض على السخن بيطلع عنا البيض كأنه نحن عم نقليه أو عم نسلقه باللبن، والنشا إذا حطينا النشا كمان على السخن بيطلع عنا بكعزل اللبن مع النشا. لكن حطيت نشا وحطيت بيض، رح اجي اخد هلا بدنا نحط كمان شوي من المي. الكباب عندي انا طحنت الكباب وصارت جاهزة. الكباب او الكفتة حطينا لحمة خشنة او لحمة ناعمة، طبعا لان احنا رح ننعمها بالمكنة. ضفنا للحمة بقدونس، ضفنا بصل، رشة قرفة صغيرة، رشة بهار حلو مع رشة فلفل اسود، خلطتهم مع بعض وحصلنا على الكفتة اللي هي قدامنا مثل ما عم نشوفها هلا. بس طبعا انا هون ما كترت بقلبها بقدونس، حطيت شوي من البقدونس. بحط مي، ما بدي كتر، ونولع النار. بضل بدنا نضيف ثوم وبدنا نضيف نعنع. اوكي، لكن بضل في عندي ثوم وعندي نعنع لنضيفهم لهيدا الطبق. لبن، بيض، نشا، وراح نحط رشة ملح. رح اخذ انا من ثوم، رح افرم ثوم ناعم وضيفهم للبن، وعندي نعنع كمان، نعنع اخضر او بدي احط معهم غير نعنع الاخضر، نعنع يابس. طيب هيدا الثوم بحطهم مع اللبن وبخلطهم مع بعض. بجيب النعنع الاخضر كمان، باخذ ورق النعنع الاخضر بعد ما اكون مغسله، كمان بضيف النعنع الاخضر فوق اللبن. طيب وهلا بحركهم لحتى يغلي اللبن. انا بهالوقت بدي احضر اللحمه. رح اجيب اللحمه هاي اللي طحنتها، اللي هي كانت لحمه، بصل، حطينا كزبره، قرفه رشه صغيره، فلفل اسود كمان رشه، ورشه ملح صغيره. نعملهم بشكل بول بهالشكل، وعم بحطهم بالقلايه. قسم فوتته على الفرن، والقسم الثاني رح قليه بالقلايه بقليل من زيت الزيتون. بعد ما يستووا رح شيلهم نحطهم فوق اللبن، ونقدم مع هيدا الطبق من الرز الابيض. كبة الرز، شو هي كبة الرز؟ جبنا رز بسمتي او رز هندي مسلوق، سلقنا الرز لحتى استوى. بعد ما استوى الرز بردنا الرز وحطيناه بالخلاط الكهربائي. حطينا مع الرز من البيض، وحطينا عقدة صفرة، رشة ملح، ورشة فلفل أسود. هون نحن مشاهدينا فيني حط من دقة الكبة، فيني حط نعنع، فيني حط بصل، فيني حط كمان من المردكوش، بيعطونا نكهة طيبة حسب ما أنتو بتحبوا. لكن إذا حطينا نعنع ومردكوش وبرش حامض وبصل كمان بيعطوا، برش حامض وبصل كمان بيعطوا نكهة كتير طيبة ونكهة مميزة. بعد ما طحنتهم أنا مع بعض، جبت قالب، فيني أنا حطهم أعملهم بشكل راس كبة، وفيني أعملهم بصينية. جبت صينية، دهنت كعب الصينية بزيت زيتون، وفوت الفرن. بعد ما دهنت صينية بزيت زيتون، حطيت بقلبها كبة الرز وفوتها على درجة حرارة 200 لحتى استوت وطلعت عندي بهيدا الشكل. بس هون طبعا بعد ما خلصت عندي كبة الرز، في الحشوة لكبة الرز اللي هو البصل مع ثوم مع لحمة خشنة ورشة كاري فلفل أسود ورشة ملح. أنا كمان الحشوة جاهزة قدامي لحتى أضيفها فوق الكبة.
صار فيني هون ولع الغاز على الكفتة لكن هيدي الكفتة وهيدا اللبن بلش تقريبا يغلي. انا بتركه محضر قدامي كمان النعنع الاخضر نعنع اليابس. هيدا النعنع اليابس بنحط رشة كمان من النعنع اليابس بيعطي نكهة طيبة. اوكي لكن النعنع اليابس قدامنا وبنرجع نجي للكبة. لكن هاي هي الكبة بعد ما طلعت من الفرن. في عندي الحشوة، الحشوة بصل مع ثوم مع لحمة خشنة كاري فلفل أسود ورشة ملح. طيب مثل ما عم نشوف هاي الحشوة رح حطها أنا على الوجه. وشو رح حط مع الحشوة؟ شو رح حط على وجهها للحشوة؟ رح حط من الرمان، الرمان كمان بيعطيها نكهة كتير طيبة ونكهة مميزة. هون أنا فيني نفس الشيء أعملهم بشكل قراص خبرتكم وحشيها بهيدي الحشوة أو فيني حطهم كمان بالنص وحط طبقة تانية من كبة الرز. كبة الرز طبق كتير صحي وكتير شهي وكمان مميز. لكن هاي هي الحشوة عم نحطها على الوجه. اوكي محطط لها للحشوة كاري فينا نحط معها من رشة قرفة وفيني حط معها كمان برش حامض. لكن بحب ارجع عيد لكل المشاهدين نحن هون الكبة الرز فيني حط مع كبة الرز مردكوش، فيني حط نعنع، فيني حط حبق وبرش حامض بصل بخلطهم مع بعض ناخد نكهة كتير طيبة. ولكن الطبق اللي حضرته أنا اليوم حطيت بيض وحطيت عقدي صفرة وحطيت رز مسلوق فلفل أسود ورشة ملح فقط لا غير. بضل في عنا طبق سلاد رح نحضره أنا وياكم. كمان رح حط برش حامض، رح نحط من طون أو فيني جيب أنشوا، فيني حط أنشوا كمان بيعطي الأنشوا طبق بيعطي نكهة كتير طيبة. رح حط عصير حامض ورح حط زيت زيتون اخلطهم مع بعض. رح اخلط الكبيس مع الحمص مع البقدونس كلهم سوا مع برش الحامض والبصل بخلطهم مع بعض. رح نحط معهم من خس اللولو رصه وفينا نحط كمان من الركة ومحضر خبز محمص. لحط خبز محمص كمان على الوجه. لكن بضل في عندي الرمان. أنا رح جيب الرمانة، بدي جيب الرمانة لحتى ننهي هيدا الطبق. نحط على وجهه من الرمان ونقدمه طبعا بهالشكل هيدا. فينا نقدمه سخن وفينا نقدمه بارد هيدا الطبق، بس ولكن أطيب يتقدم كنوع من الأطباق الساخنة. أوكي أنا قصيت الرمانة، رح حط رمان أنا وياكم على الوجه. وبهالوقت أنا وعم بحط الرمان بدنا نروح نحن وياكم مع بريك صغير وبنرجع سوا. يعني عن جد يا شيف حسين انت غريب الاطوار. يعني بعد في الرز ما عملنا فيه كبه، يعني عاد رز بنفلفله، رز بنعمله رز بحليب، هلا بيعملوا منه كمان حلاوه الرز، بس كبه الرز انا صراحه بعد مش ضيقه. دقناها نيه هيك لنشوف كيف النكهه عظيمه جدا. طبعا هي من تحت ديتك مثل ما بيقولوا. يعطيك الف عافيه يا شيف حسين، دائما احنا بانتظار جديدك ووصفاتك الغير شكل برشة ملح. رح ننتقل لعندك مباشرة، أنا بنضم لك بعد شوي. قلت لك حط جدول العلامات برشة ملح. ثانك يو جوزيف، أكيد ناطرينك وناطرين علاماتك لحتى تخبر كل المشاهدين. طيب أنا هون لبن غلي، استوى اللبن وعندي كمان اللحمة بلشت تستوي. بجيب عندي هيدا الوعاء، شو رح حط بهيدا الوعاء؟ رح حط برش حامض. لكن عندي من برش الحامض
اوكي رح اجيب بصل نجيبهم لحدنا لهون لكن عندي برش حامض عندي بصل عندنا زيت الزيتون هاي المقادير مشاهدينا عم تمرق قدامنا على الشاشه لكن عندي بصل فيني افرم بصل ناعم وفيني افرم بصل جوانح اوكي اخذت الكميه الكافيه ضيف البصلات منحط من زيت الزيتون منحط كميه زيت الزيتون فوق البصل لكن مقادير كفته باللبن عم تمرق قدامنا على الشاشه عندنا زيت زيتون عندنا بصل في عندي عصير حامض حطيت زيت زيتون بجي للحمه هون قبل ما نحط عصير حامض بضيف اللحمه مثل ما عم نشوف فوق اللبنات لكن كفته باللبن او كباب باللبن صارت جاهزه عندنا طبعا بعد ما حطينا لها ثوم حطينا نعنع يابس ونعنع اخضر بيض نشا ولبن وقليل من الماء حسب الحاجه طيب بتركهم يغلوا شوي بخفف النار لكن اللبن جاهز عندي والزيت صاروا جاهزين بس ما بيمنع انه نحط بعد كمان رشه من النعنع اليابس اوكي بجيب عصير الحامض هيدا قدامي عصير حامض لكن عندنا بصل عندنا زيت زيتون عندنا عصير حامض باخذ تونه بجيب التونه كمان بضيفها مع البصل ومنضيفها مع زيت الزيتون اوكي بخلطهم مع بعض و بجيب الحمص ضيف الحمص ومنضيف كبيس الخيار باخد كبيس الخيار كمان بفرم كبيس الخيار بهالشكل هيدا لكن عم بفرم كبيس الخيار بضيف الكبيسات فوق الحمص وفوق البصل وفوق التونة اوكي هيدا كبيس الخيار نحط بعد حبة اوكي ضفت كبيس الخيار بهالشكل بضل في عندي كمان بقدونس رح اخذ قليل من البقدونس كمان نضيفهم اوكي طبعا هون نحن مشاهدينا البقدونس بعد ما نكون مغسلينه منضيفهم للسلطة اوكي طيب لكن عندي زيت زيتون عصير حامض حمص كبيس خيار تونة بقدونس ورشة ملح ونخلطهم مع بعض طبعا انا حاطط برش حامض هون نحن مشاهدينا فيكم تحطوا من برش البردقان مش غلط اذا ضفنا برش البردقان لهيدا الطبق اوكي بحطوا على جنب وبهالوقت انا بدي ارجع اخبر كل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا من جديد شو حضرنا حضرنا لليوم ثلاث وصفات عندنا كبه الرز كبه الرز اول شيء حضرنا العجينه جبنا رز هندي سلقنا الرز الهندي بردنا الرز وحطيناه على جنب جبنا خلاط كهربائي حطينا بالخلاط الكهربائي رز وحطينا الرزات المبردين وحطينا مع الرز بيض رشة ملح وعقدي صفرة ورشة فلفل أسود مع رشة بهار أبيض كمان بيعطي نكهة كتير طيبة هيدي أول خلطة فينا نعمل خلطة تانية نفس الشي نحط بيض ونحط الرز ونحط عقدي صفرة بس ولكن بضيف عليها نعنع وبضيف من البصل مردكوش وفينا نحط كمان من الحبق الاخضر ودقه الكبه ك
كمان بناخد نكهة كتير طيبة، يعني مش غلط إذا حطيت المردكوش والحبا وبرش البردقان أو الحامض والبصل، كمان بيعطوا نكهة كتير طيبة. خلطناهم بالخلاط حصلنا على عجينة كبة الرز. هون عجينة كبة الرز مشاهدينا فيني أعملهم بشكل راس أو فيني حطهم بصينية. أنا جبت صينية، طبعا إذا بدي أعملهم بشكل راس كيف راس الكبة العادية اللي بنعرفها نحن، هي زيتها بس، ولكن طبعا حشوتها بتختلف، وكمان ما بنحط لها لحمة، بنحط لها رز. الحشوة جبنا حطينا بصل مفروم مفروم جواني على النار، قليناهم بزيت زيتون أو زبدة، طبعا الزبدة بتعطي نكهة كتير طيبة. حطينا زبدة، بصل، ثوم، ولحمة مفرومة خشنة، قليناهم مع بعض. حطينا رشة كاري مع رشة فلفل أسود، رشة ملح، أخذنا نكهة رائعة. قليتهم وفوت الصينية على الفرن، شويتها بالفرن على درجة حرارة 180، شلناها أو فيني حطها لل 200 ماكسيموم، شلناها من الفرن وسكبنا على وجهها الحشوة. وحطيت أنا من الرمان، فيني كمان حط من دبس الرمان، بتعطي نكهة كتير طيبة. هيدي بالنسبة لكبة الرز. نجي بالنسبة لكفتة اللبن. عندي لبن، حطيت لبن مع نشا مع بيض مع رشة ملح وثوم ونعنع يابس، نعنع أخضر، على النار لحتى غلو. حضرت الكفتة أو الكباب على جنب كمان بالخلاط الكهربائي. حطينا لحمة، بصل، ورشة قرفة. جوزيف مرحب، كيفك؟ بدي اخذ كم صورة بالأثناء. رشة قرفة صغيرة، رشة فلفل أسود. حصلنا على الكفتة، فيني طبعا حط معها كمان من النعنع، مش غلط إذا حطينا رشة نعنع يابس، كمان بتعطي نكهة كتير طيبة. لكن حصلنا على الكفتة، فيني اشويها للكفتة بالفرن، اعملها بشكل بول، فوتها على الفرن، او فيني كمان قليها بالقلاية قدامي وضفتها فوق اللبن بعد ما غلي اللبن وبعد ما استوت اللحمة. خليني أنا وياك هلا نسكب صحن السلطة. يلا. طيب. أوكي. جوزيف. اللبن منيح للصوت أو لا؟ لبن كمان. عندي الخس الخاص. حطهم بهالشكل. أوكي. وحط علي هون هالخليط اللي هو زيت زيتون، عصير حامض، برش حامض، كبيس خيار، حمص، وبصل، وبقدونس، وتونة. فيني حط محل التونة أنشوة. بس أنا حبيت نوعية التونة اللي جايبها هيك شقفة بالطول. صح. أول مرة بشوفها على فكرة. هذا بشوفه علب مدورة. 100%. مش غلط. شايف الصوص حامض وزيت زيتون؟ حامض وزيت زيتون. فيني. أنشوية مثل السردين؟ أنشوية مثل السردين. مثل السردين. هون أنا رح أحط سردين على الوجه. كمان. وبضل في عندي الرزات، ترك لك إياهم لإلك لتسكبهم. هيدا. هون الرزات. هلا أنا دايما ما كثير بخترع بس بحب هيدي الشغلة. أوكي. بس هالمرة رح أدرسها بطريقة تضلها جوزيف هون جيمة. هون نحن بعد ما خلصنا. شو بدك؟ هيك شو رح أعمل؟ رح أحط كمان بعد على وجههم. من الخبز المحمص. ما خبرتنا، عجبتك يخنة اللحمة بتمر الهندي؟ حطيت لها علامات؟ على فكرة بدي أقول لك شغلة، أنا كنت متوقع أنه هاي الأكلة ما تزبط معي، بس يا شيف هلأ خلص ما بقى أعترض ولا على ريسبي اللي تعملها. فظيع، كتير طيبة عن جد. إيه كتير. أوكي. كتير طيبة. صحتين جوزيف. طيب انا هلا هذا جوزيف حطيت خبز محمص على الوجه وصار جاهز عندي الصحن. خليني اسكب معك ساعدك. لا ساعدك اتركني. انا بحب اعمل شغلتي على الاخر، ما تدخل شيف الله يخليك. يلا شيف بتقعد بتجرب اكل بالبيت؟ اكيد. مش انت عاملهم على الهوا؟ بعد بجرب اكل بالبيت وبالمطبخ وكل الوقت ضل عم جرب رسالة مثل ما خبرتك. هيديك اليوم فوت ورقة معي على المطبخ وبلش، طبعا ورقة فيش تكنيك، بلش جرب رسالة. هيدي زبطي؟ ما بدك هاي؟ اوكي. طيب خليني اسكب اللبن. في
بهالشكل هيدا. طيب شايف انا وعم بسكب اللبن جوزيف هيك بدي ودع كل بلا وين وين الصينيه وضعك حطيتها رجعت محلها فوق اوكي بلا. لكن ان شاء الله هول الثلاث اطباق لليوم يكونوا نالوا اعجابكم وبكره نحن محضرين كمان وصفات جوزيف من منتوجات فونيس فو. انا بدي اتشكرك اتشكر كل المشاهدين اللي تواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا. طبعا نحن دائما كل شيء جديد بعالم صباح بعثوا لنا اي اقتراح لكم اي موضوع بتحبوا نطرحه لاخصائيين على 03-010-533. بكره عالم صباح جديد الساعه 10 بتوقيت بيروت. انا بشوفكم يوم الجمعه. الى اللقاء. انت فليت وبقيت خيالاتك ورنين ضحكاتك بكل زوايا البيت من يوم ما فليت. انت فليت وبقيت خيالاتك ورنين ضحكاتك بكل زوايا البيت من يوم ما فليت. سكرت